نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الأحد 3 شباط 2008. هل كان مطلوبا أن يصدر التقرير عن التحقيق في أحداث الأحد الماضي قبل هذا الأحد وقبل مرور أسبوع وقبل إقامة الصلاة على أرواح من سقطوا ذلك النهار وفي الليل وقبل قداس كنيسة مار مخايل الشاهدة الصامتة على نار الدواليب ونار الفتنة؟ هل كان مطلوبا أن يصدر القرار بتوقيف من اعتبروا مسؤولين عن التقصير أو عن الفوضى أو عن القتل؟ وهل ينهي هذا القرار الأسئلة المرافقة لمسلسل الاعتراضات الحامية والمواجهات الدامية؟ أم أنه سيقود إلى سلسلة أسئلة جديدة؟ ومتى يحين موعد إعلان الحقائق كاملة؟ لماذا تم توقيف 3 ضباط وراتبين و6 عسكريين على ذمة التحقيق و6 مدنيين بجرائم عمل شغب وحيازة أسلحة دون ترخيص؟ هل كان توقيف الضباط والرتباء والجنود مطلوبا من أجل تهدئة المطالبين بالتحقيق؟ وماذا سيكون تأثير هذه التوقيفات على الجيش اللبناني الذي قد يجد نفسه كل يوم تقريبا في مواجهة حالات من هذا النوع؟ ماذا بعد ثبوت أن لا رصاص قنص من عين الرماني؟ ماذا بعد ثبوت الطريقة التي قتل فيها مسؤول حركة أمل أحمد حمزي حيث تبين بحسب المعلومات أنه قتل من الخلف؟ ماذا عن الاعتداءات التي استهدفت مواقع الجيش اللبناني في محيط الضاحية الجنوبية؟ هل يشملها التحقيق؟ هل ستتوقف؟ هل سيرضي هذا التحقيق المعارضة؟ هل سيعيد التوازن إلى اللعبة السياسية؟ وبالتالي هل يمكن أن تتابع السياسة من حيث توقفت مساء الأحد الماضي؟ هل هناك عودة إلى المبادرة العربية؟ متى سيأتي عمر موسى؟ هل سيبقى قائد الجيش العماد بشار سليمان مرشح التوافق؟ أم أن هذا الترشيح سقط؟ وماذا عن التحذير العربي الذي قالت عنه صحيفة الشرق الأوسط اليوم؟ إنه كان شديد اللهجة لجهة أن عدم انتخاب العماد سليمان في 11 شباط من شأنه أن يدفع الأمور في لبنان إلى مأزق سياسي وأمني. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي في بيروت أن عدم الاتفاق قد يؤدي إلى سيناريوهات خطيرة جدا، مضيفا أنه لن تكون هناك فرصة عربية أخرى ولا مبادرة أخرى، محذرا من أن الفشل العربي يفتح الباب أمام التدويل. في برنامجنا نهاركم سعيد لهذا اليوم نستعرض آخر تطورات التحقيق وخلفيات قرارات التوقيف التي صدرت أمس، ونستضيف الكاتب السياسي الأستاذ نهاد المشنوق المستشار السابق للرئيس الشهيد رفيق الحريري. وطبعا لك نهارك سعيد، أهلا وسهلا في وما بعرف. السؤال الأول طبعا، بعد امبارح صدور قرار التوقيف، توقيف الضباط الثلاثة والرتيبين وإلى آخره و6 عسكريين و6 مدنيين، يعني كيف تقرأ يعني صدور هذا القرار عشية إحياء ذكرى الأسبوع على سقوط الضحايا الذين قتلوا في أحداث الأحد الأسود؟ بعتقد لولا الكلام السياسي الكبير اللي أحاط بالتحقيق لكان بدأ أنه التحقيق أمر طبيعي. يعني نحن عم نبالغ بإعطاء الأمور صفات مش متوفرة فيها. أمر كتير طبيعي أنه يصير في تحقيق بعد سقوط 7 شهداء وعدد كبير من الجرحى بحادث أو بصدمات. أنا بعتقد حتى التحقيق حتى الآن ما بيقدر يقول أنه الصورة اللي بده يعطيها واضحة 100%. وبعتقد أصلا التحقيق مش منشور بالصحف، منشور نتائجه بمعنى عدد الضباط الموقوفين وعدد العسكريين أو الرتبة والمدنيين وكذا. بعتقد اللي صار بكنيسة على كنيسة مار مخايل مسألة جدية لابد من مراجعتها، ولكن بهدوء وبدون يعني الشيء اللي عم بيشهده البلد من فترة طويلة، بعتقد صاروا أكثر من سنة، من وحشية سياسية غير مبررة وغير منطقية، لا بتخدم الجيش ولا بتخدم المدنيين ولا بتخدم الحزبيين ولا بتخدم البلد. طب يعني برأيك أكيد هلأ التحقيق كان المفروض يصير، هناك جهات ضغطت من أجل يعني تسريع بركي هذا التحقيق وجربت تعطي مثل مهل زمنية يعني لصدور هذا التحقيق حتى تأخذ موقف السياسي، يعني مسار السياسي أعلنت أنه متوقف يعني بانتظار جلاء. هاي اللي أنا بسميها سدولة، هاي اللي بسميها أنا وحشية سياسية. ما في شيء اسمه ليش؟ طب موقف سياسي بانتظار يعني جلاء. جلاء شو؟ تحقيق رح يصير، امر طبيعي يصير. لا ليش لا معتبرين انه ليش عم يعتبر سدولة انه نحن عم نلزم الجيش باجراء تحقيق؟ لا امر طبيعي يصير تحقيق. فرق بينه وبين اي تحقيق اخر باي جريمه اخرى
او بخيط خطا اخر او باي مكان وقع فيه شهداء اخرين انه وصل لنتيجه سريعه. هذا الفرق بينه وبين اي تحقيق. ولكن هل هو يعني استثناء؟ برايك كان وصل لنتيجه سريعه لو ما صار هذا الضغط؟ بعتقد اللي شاف المنظر يوم الاحد الماضي على التلفزيون بيتوقع انه يوصل التحقيق لنتيجه سريعه اللي هي افضل للمواطنين قبل كل الجهات السياسيه اللي حكيت فيه، وافضل للجيش اللي هو بيعبر بطبيعته لوحده، مش بيعبر هو لوحده اللي بيعبر على عن اكبر عدد ممكن من التمثيل الوطني بالبلد. افضل لانه للجيش. الاخرين تعاطوا معه بانه ناس يعني حريصه على الدم وناس حريصه على الجيش. الجيش هو الوحيد اللي حريص على دم المواطنين، وبذات الوقت حريص على حريه الحركه السياسيه بالبلد. في كثير مبالغات، رجع بقول لك في كثير مبالغات صار لها فتره طويله بلبنان ودائما ما عم توصل لنتيجه. انا بسميها انها وحشيه سياسيه، مش اداء سياسي طبيعي، وحشيه سياسيه بمواجهه بعضها، بمواجهه قراءه الامور، بمواجهه تفسيرها، بمواجهه اعطائها دائما طابع الحادث الاول والاخير والذي لن يحدث مثله والذي لن يحدث. انا ما بعتقد انه الضغط السياسي اللي صار من اجل استعجال التحقيق مقصود منه فعلا استعجال التحقيق ومحاسبه من قد يمكن ان يكون قد ارتكب خطا. شو المقصود منه؟ يعني البعض واضح يسأل واضح انه نتيجه هذا التحقيق، نتيجه اللي حصل، نتيجه التحقيق ونتيجه التوقيفات اللي حصلت، هناك من يحاول يمكن تجميد دور الجيش في اي يعني مش هي مش محاوله سدولي، حدث ذلك. يعني احنا بنقول يعني ان هناك من يحاول، لا حدث ذلك. اولا الجيش انسحب من كل مناطق النزاع او الاشتباك اللي صارت يوم الاحد الماضي، هذا دليل انه عم يتصرف بانه هذه منطقه او بيئه غير امنه او غير صديقه له، وهذا خطا كبير، وهذا جريمه كبرى سببها الكلام السياسي اللي صدر، مش سببها وقوع الشهداء ولا اهل الشهداء. هذا الكلام عن انه يعني كل يوم والتاني كل ما بيصير حادث بيتعلق بجهه سياسيه واحده بيطلعوا بيقولوا لك انه يا سيدي نحن لولا جهودنا كان الجماهير نزلت الى الشارع وفعلت ما لا يفعل. ويا سيدي تنزل فعلت لمين؟ ما هذا الشارع لها وهو الاهلها وهذه مدينتها وهذه مواطنينا وهذه جيشها. وكانه يعني هؤلاء الناس يعني عم بيتصرفوا وكانه الاعتراض هو على ناس اخرين من بلد اخر من مدينه اخرى من طبيعة أخرى، من يعني مش صحيح. هول الشهداء شهداء كل اللبنانيين، وهول الضحايا ضحايا كل اللبنانيين. هول لا من حركة أمل ولا من حزب الله ولا من أي اتجاه سياسي. أنا رحت يعني متخزيني مضطر استعمل تعبير، أنا رحت عزيت يعني باثنين من اللي سقطوا. انت رحت بس يؤخذ على مثلا يؤخذ على النائب سعد الحريري، امبارح كنت عبرها اول امبارح بالاخبار بصحيفة الاخبار، انه يؤخذ عليه انه مثلا لم يعني يعزي لا القيادات السياسيه ولا القيادات السياسيه يعني لا تعزى. هذا كلام هول مواطنين لبنانيين. طيب. قيادات سياسيه شغلتها انها تتقبل تعازي لكي تعلن انه هي حققت مزيد من الشهداء. بس هذا الكلام مش منطقي، اللي بيتعزوا هو اهل الناس. طيب. انا رحت عزيت لاني بعرفهم يعني. مش لانه يعني مش لاسباب سياسيه يعني ولا وطنيه، رحت لاسباب شخصيه. نعم. وهول الناس لانهم من حركه امل ولا من حزب الله، مواطنين لبنانيين ومنهم اطفال يعني تحت ال 15 سنه. حرام يعني اعطاء كل هال يعني اعطاء الامور استعمال الدم لغايات سياسيه، حرام حرام حرام. وهذا صار من كل الجهات، مش بس من الحركه ومن الحزب، هذا صار من جهات اخرى كمان، صار من جهات النائب سعد الحريري. اولا الاخبار ما بتقدر غير ما تعتب عليه كل الاحوال سواء عزة او ما عزة. انا ما بعرف مين عزة ومين ما عزة، بس بعتقد حركه النائب الحريري الامنيه كثير محدوده وكثير صعبه. نعم. بس انا متاكد انه تلفن يعني عزة للناس اللي بيعرفهم، وبعتقد البيان السياسي اللي طلعه والمختصر عزة فيه كل الناس. يعني ما بعتقد كان بامكانه امنيا يروح على واحد من العزوات واللي يعني بعتقد في حدا منهم بيعرفوا كتير منيح. لا مش يروح ولا أهل يعني واحد منهم بيعرفوا كتير منيح. بعتقد عزاهم. بس انه كمان انا بقدر اقول غير هيك، انه انا بعرف شخص
قريب كتير من سعد الحريري، راح عزة يعني من اخ صديق له، صديق لنا كلنا. ولكن يعني المواقف، لحظه بس خليني اقول لك شو اللي صار بالعزاء. اوكي، فهو خارج من العزاء، اللي موجودين هنيك واللي بطبيعه الحال مش اهل مش اهل الضحيه او الشهيد، هو يعني مجموعه استغلال سياسي لكل دم بيقع على الارض، سمعوا كلام وترازلوا عليه شفهيا، اللي اضطر اهل الشهيد ينزلوا يوصلوه على سيارته. هذا كلام السياسي، هذا كلام الوطني، هذا كلام سخيف وتافه وما له علاقه لا بالسياسي ولا بالوطنيه ولا باللبنانيه. هذا كلام يعني اذا بدنا نقول لانه نتيجه هذا الانقسام الحاد بالسياسي. يا ستي هذا مش انقسام، هذا استغلال للانقسام. كره يا ستي يا ستي، هذا استغلال للانقسام، مش انقسام، هذا استغلال للانقسام. هذا انه انا بيوقع سبع شهداء على الارض بيتصرف حزب الله على انه بخصوه لاله، لا مش صحيح. هولي شهداء لكل لبنان، شو بخصوه لاله؟ بشو بخصوه لاله؟ ولد عمره 14 سنه بشو بخصوه؟ ولد ثاني عمره 15 سنه بشو بخصوه؟ الله يرحمه، في واحد من الشباب او اثنين، واحد منهم مسؤول التنسيق او اطفاء النار بين الجيش والمتظاهرين، واحد من الحركه وواحد من الحزب على راس، اما الاخرين لا ما بصير. حتى اللي من الحزب من الحركه بعد استشهاده بصيروا يعني شهداء لكل اللبنانيين. هذا جنون اذا بيستمروا فيه بيوصل لمزيد شهداء الاغتيالات السياسيه، عم بيكونوا شهداء 14 اذار وشهداء احداث الاحياء، عم بيكونوا شهداء حزب الله. هذا مش انقسام يعني، هاي القصه صار كل واحد عنده شهداءه، هذا استغلال سياسي حقير لدم الشهداء، واسف اني استعمل التعبير، لانه انا يعني قريت اشياء وشفت اشياء بالاسبوع، بقدر الامكان جربت حيد عقلي من هذا، بس انا بقدر اقول انه هذا اللي عم يصير فعلا وحشيه سياسيه وجريمه بحق لبنان وبحق تنظيماته نفسها، بحق تنظيماته. لانه شو هذا الكلام اللي بيقول انه هذا الشهيد لفلان وهذا الشهيد لفلان وهذا الشهيد لفلان؟ لما ضابط بقوى الامن النائب وسام عيد بيستشهد انه هذا الشهيد اللي ضيعته، لا، هذا الشهيد راح وعم بيأدي واجبه، وفي فرق بينه وبين الخطأ او الحادث او الجريمه او شو ما بدك تسميها اللي صارت عمله. ما جربوا يحملوا يعني بمعنى او باخر، كمان ما نزلت الناس بتشييعه على الشارع وحملوا سلاح وقوصوا واطلقوا شعارات ضد احزاب معينه في لبنان. لا، بعتقد الشعارات اللي سمعتها انا على الاقل على التلفزيون صدرت ضد سوريا، خلينا نكون يعني انا ما سمعتها، بجوز انا ما عم انا ما سمعتها، ما حدا انا ما عم انا اللي سمعته على التلفزيون هو كلام يتعلق بالنظام السوري. ولكن اذا بدنا نرجع يعني للبدايات بهذا الموضوع، وان كان يعني انا ما بعتقد وقتها، بس على كل حال الضابط اللي قتل بقوى الامن الداخلي ينتمي الى جهاز، ما هيك؟ منتسب لجهاز امني موجود بالبلد. طيب من سنة ونص لليوم مين الجهة السياسية اللي مركزة بخطابات كبارة وصغارة وأوسطة وحلفاء على هذا الجهاز؟ مين؟ ليش ما بنراجع هاي؟ أنا بعتقد ما وقته هالكلام، بس ليش؟ مين بيقول إنه استذكار الجهات السياسية اللي صار سنة ونص تتناول هذا الجهاز كويس هو جريمة؟ لا مش صحيح. أنا ما بوافق لا على إطلاق النار ولا على كل الشعارات اللي، ولكن هذا في وقائع. وقائع بتقول أنه من سنة ونص في جهة سياسية واحدة وكل المتحالفين معه يركزون مباشرة وبشكل واضح وصريح على هذا الجهاز. وأنا بدي أرجع لأول مرة أنا بحكي بهذا الموضوع. أنا بعرف مقدم ما بعرف هلأ شو رتبته صارت، هو في خلاف على رتبته وعلى اسم الجهاز لوسام الحسن، بس على كل حال مش مهم الرتبة أو اسم الجهاز. أنا لأول مرة مضطر أقول أنه أنا بعرف وسام من سنوات كتير طويلة طبعا، وعشرته واشتغلنا سوا مع رئيس الحريري فترة، وأنا يمكن شهادتي فيه مش دقيقة، بس أنا يعني بجرب تكون شهاداتي تكون محايدة إلى حد كبير. وسام شخص مسؤول متوازن عاقل، ما بحياته على الأقل اللي أنا شفته ما بحياته أخذ موقف
ضد عقله أو ضد المنطق اللي بيفكر فيه أو ضد مسؤوليته. لا. ولا يمكن كل قوى 14 أذار تلزم وسام الحسن بأخذ موقف يخالف منطقه وتوازنه وعقله واندفاعه. هؤلاء ناس لبنانيين حقيقيين ما بحياتهم كانوا غير هيك. وهذا الكلام عن أنه انتماء سياسي، أنا بعتقد أنه هو مسؤول أمن سياسي مش مسؤول أمن يعني إجرائي أو جنائي أو من النوع اللي بيشتغلوا فيه ناس آخرين. هو مسؤول أمن سياسي وهو يقوم بعمله أنا متأكد بلبنانية صافية ودون الالتزام تحت أي ظرف من الظروف بأي طلب ممكن يتقدم في أي قيادي ب 14 أدار منه بمخالفة توازنه وعقله ومنطقه. وهذا بيمشي يعني بيسري على آخرين مش بس عليه. هذا أنا لما بسمع الكلام من أنا عنه بضحك بقول إنه أخي ما يكون صار رئيس CIA وأنا ما معي خبر يعني. خلينا نرجع لل يعني هاي وحدة، هذه وحدة من الوحشية السياسية اللي ما توقفت. نحن محل ما نكون هلأ قاعدين عم نناقش تقرير فينوغراد وأثره على لبنان إنه ما في جهة سياسية ولا عسكرية بلبنان قعدت درست شو صار بحرب تموز من سنة ونص أو أقل شوي لهلأ، غير الحزب بإعلان أنه هو درس تجربته العسكرية. وهذه طبعا أمر طبيعي كويس، بس أنه ما في جهة تانية، ما في جهة جيش لبناني مثلا اللي قاعدين هلأ بيعملوا خطابات لضباطه بعسكريه وأنه هن حريصين عليه بس بدهم يبهدلوه كل ساعة، بس حريصين عليه وهن بحبوه بس أني ما بدهم إياه بمناطقهم وهن بدهم إياه بعدهم ملتزمين برئاسته. ولكن نتيجة التحقيق شو الكلام هذا؟ ابتزاز، هذا مش تحقيق، هذا مش منطقي. على كل حال انا قريت امبارح ما عجبني عن جنرال سليمان. انا بعتقد جنرال سليمان لو كان يعني حريص فعلا على الجيش وعلى الدوله وعلى الصوره اللي مطلوبه له او التي سمي على اساسها، لانه قائد الجيش يسمى مرشحا لرئاسه الجمهوريه بسبب هيبته مش بسبب حركته. شو كان يعني جنرال؟ اولا قريت انا وسمعت على التلفزيون نواب انه والله جنرال سليمان نزل اعتذر من السيد نصر الله وزار الرئيس بري واتصل بالسيد فضل الله واتصل بأبو وهاب صديقي فانه بس هذا الاتصال خلى وئام يقول انه نحن امبارح شفوا على التلفزيون بيحكي يعني ما بيحكي بوحشيه مش طبيعيه، انه نحن بدنا ندفن شو اسمه الضحايا وبدنا ندفن اللي قتلوهم. ما عم يحكي ما فهمت. طيب يتفضل يدفنوا، مين واقف بدربه؟ المعارضه سوف شو المعارضه؟ خير معارضه جهه سياسيه، شو هالوحشيه السياسيه هيدي؟ بعدين ليش جنرال بده يعتذر؟ يعني اخطأ الجنرال سليمان طبعا. ليه بده يعتذر من السيد نصر الله استنادا لشو؟ قدم تعازي. ليه؟ لا انا اللي سمعته على التلفزيون من نائب من الحزب مش من عندي. ليه بده يعتذر منه؟ بيعتذر من كل اللبنانيين وبيقدم تعازي لكل اللبنانيين. ليش هذا الحق الحصري لمين؟ ليش تحويل الناس فجاه، تحويل الشهداء من لبنانيتهم لطائفيتهم لطائفتهم لمذهبهم لا حزبيتهم؟ كيف الكلام؟ طيب انا بغلط بعمله، انا ماني بموقع قائد الجيش، غيري بيعمله اوكي، بس قائد الجيش ما بيعمله. ليش؟ استنادا لشو؟ مين قال انه هؤلاء مش مواطنين لبنانيين؟ هؤلاء ينتمون الى حزب الله وحركه امل فقط. كيف الكلام؟ ضيعنا البوصله، ما عدنا نشوف الاشياء على طبيعتها. واتصل ب سماحة الشيخ عبد الأمير أبلان. طب خليني لك شغله، اليوم في قداس بمرمشاي في ذكرى اسبوع رح ينزلوا كل اللبنانيين يشاركوا، يعني شيء بهني. ليش خليني اسالك شو عم بيقولوا اليوم؟ عم بيقولوا في قداس للتيار الوطني الحر وقداس للقوات اللبنانيه وقداس للمسيحيين. شو هالكلام؟ على الاقل اذا هن عم يعملوا هيك انا ماني مضطر اوافقهم، وانا ماني مضطر وافق اخرين 14 اداء ليكون واحد بعقله. انا ماني مضطر وافق على كلام الصديق الحميم والقديم الوزير احمد فتفت، شفته على التلفزيون قطع وصل حسم جزم. طيب سأل قبل شو صار؟ طول بالك، خلينا نشوف شو صار على الارض، مين مات مين بعده طيب،
خلينا نناقش دغري يعني في ناس بيحكوا بالسكين، واذا حزب الله مسؤولينه او حركه امل مسؤولينه عم بيحكوا بالسكين، انا ما مسؤوليتي يعني التمثل بهم من اجل شو؟ من اجل اقناع جمهوري اني انا بقدر احمل سكيني عليهم بالسياسي، مثل ما هني سحاملين سكين على الجيش بالسياسي. مش هذا وحشيه سياسيه وما بتوصل لمحل، هاي بتوصل لمزيد من خراب البلد ولمزيد. انا عم بقول هذا الكلام لانه انا ما بعتبر قائد الجيش جزء من هذه الوحشيه. وبالتالي هو ما مضطر اعطاء المعركه اللي صارت طبيعه طائفيه ولا مذهبيه ولا حزبيه ولا دينيه، انه انا بتصل بالشيخ عبد الامين. طيب ليش ما اتصل بالمطران بيروت للموارنه ومطران بيروت للروم الارثوذكس؟ لحظه يعني خليني القتل الضحايا شيعه، صح اللي ماتوا مع الرائد والسامعين مش مسيحيين وسني، وما انا ما حافظهم، بس اكيد يعني فيهم من كل الطوائف. بس مش الجيش مقوص عليهم، مش الجيش يعني فجروا، وإذا تبين انه في اطلاق نار من قبل الجيش، مش كله ولكن في اطلاق نار. انا موافق، بس انا معتبر انه انا معني بشهادتهم مثلي مثل غيري بيعزي اللبنانيين. انا ما بقبل تحت اي ظرف من الظروف اعتبار الشهيد معني في حركه سياسيه لوحدها. حرام، هذا ظلم تحويل. ما هو بالاخر كمان انت عم تتعاطى مع حادث مال مخايل، وكانه في جهه مذهبيه او طائفيه مطلوب منها ان تكون دائما محصوره بحزبيه معينه، وهذه الحزبيه ترتب على طائفتها انه تكون امام يعني واحد من خيارين، اما انها طائفه مخيفه وهذا غير صحيح، واما انها طائفه خائفه وهذا غير طبيعي. هول الناس قاعدين بين اهلهم وبارضهم وببيوتهم وبشارعهم وبالكهرباء تبعهم اللي هي مثل اي كهرباء تبع ناس اخرين، مش بيحكوا على الكهرباء، بيعملوا خطابات على الكهرباء. طيب في شخص هادئ وموزون يعني اللي هو النائب محمد فنيش اللي هو وزير كهرباء كان مستقيل، قدم تقرير. انا سامع من رئيس سنيورا تقدير كبير لهذا التقرير، وانه اخذوا مثل ما هو حول موضوع الكهرباء وحطوا ببريز 3. طيب ليه ما تفضل الوزير فنيش بيطلع على التلفزيون بيقلنا اذا في فعلا تفضيل بالكهرباء لحدا؟ ما بدي احكي انه انا ساكن بمنطقه كمان بدي نقطع الكهرباء، وصار الناس سمعتها كل الناس قاعده بذات الهي، ما نزلت حرقه دواليب، ما نزلت اصطدمت بالجيش، ما دخلت عين الرماني اذا دخلت، ما حكيت عن القنص اذا كان في قنص، ما 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 ما. طيب شو هذا؟ هذا مش معارضه سياسيه. نحن هن عم بيجوا بيقولوا في مجموعه من الناس لبنانيين معزولين عن اخرين من اللبنانيين، وهم بوضع امام واحد من الخيارين، اما مخيف واما خائف. يمكن الاثنين مع بعضهم. أسوأ. هن لا هيك ولا هيك. هن بخافوا اسرائيل بس. ما بخافوا اللبنانيين، وهن ما بيخافوا من حدا، ولا لازم يخافوا من حدا مثلهم مثل بقية اللبنانيين. يعني فقدنا نهائيا القدرة على مخاطبة كل اللبنانيين. بس بمناسبة حديثك عن القداس، شو قداس يعني؟ خير؟ عم تقول ما بخوفوا يعني، بس يعني بنتيجة كل هالهجوم عليهم، أو كل هالمش هجوم، ولكن كل هال يعني الفريق الآخر مش خايف منهم، مش خايف من سلاحه، ومش خايف إنه يتحول للداخل، بيقول حتى بدهم إياه يمكن يتحول. أنا مطمن، أنا مطمن، أنا مطمئن، يعني أنا مطمئن. هن أصحاب السلاح خايفين من إنه بدهم يحولوه، بده حدا يجرهم تا يحولوا. أنا مطمئن 100% أن هذا السلاح لن يوجه إلى الداخل، وهذا قرار ما بياخذوه اللبنانيين، اسف اني اقول هذا الكلام. طيب يمكن هذا قرار مع السياسة عم بيقولوا في جهه ثالثه داخله على الخط، ما بنعرف مين هي، بدها يمكن تجر حزب الله. ما بعرف، ما بيقدر يجروا حدا يعني من جهه بنقول انه هذا التنظيم اللي هو حزب الله يعني تنظيم متين ومتماسك وكذا، وبعدين بنقول انه بينجر. لا ما بينجر، لا هو متماسك وما بينجر. هذه المسألة المواجهة العسكرية مش صحيح، كل اللي بيقولوه على التلفزيونات وكل هذه الخطابات، يعني الاعتداءات اللي حصلت على الجيش اللبناني بعد الجيش الأحد، يعني ما بدها تجر حزب الله للمجيء، يعني ما بدها تلبسها إياها لحزب الله. ما بعرف هلا، هذا أنا عم بحكي عن احتمال قيام الحزب بأي مواجهة عسكرية داخلية، أما إنه مين بده يجرها يجرها كمان. ما هو كل الناس لازم تجرب،
بس انا احساسي السياسي والشخصي والمعلوماتي واللي بدك اياه انه لا، الحزب ما بيفوت بمعركه داخليه، بس بيفوت بمعركه سياسيه أسوأ من المعركه الداخليه، بجر جماعته او طائفته او مذهبه او الى مكان. يعني انا على الاقل انا يعني ما بريد ابدا يتحولوا له. انا رفضت بوقت من الاوقات انه تنجر طوائف اخرى لاعتبار نفسها معنيه فقط باستشهاد الرئيس الحريري. لا، هي معنيه بلبنان، ومعنيه بقدرتها على الاحتواء، ومعنيه بقدرتها على التفاهم مع الاخرين. ما بيصير نسكر على حالنا الباب وبالاخر نقول انه والله في واحد هاجم علينا. مين هو الواحد؟ لبناني. سمعت انا خطاب سمعت السيد اخرمن حكي عن المشروع الامريكي، شيليني من التفاصيل الصغيره. المشروع الامريكي يا سيد دولي اضعف مشروع بلبنان بسبب خسائره بكل المنطقه، كويس؟ نعم. واقوى مشروع بلبنان لانه بنصه عم بيعبر عن الاستقرار والاطمئنان والامان والاعتدال للبنانيين. فانا رايي انه تصرف الحزب او الاخرين او اي حدا بيشتغل بالسياسي بمعنى الفوضى، بمعنى عدم الاستقرار، بمعنى عدم الاطمئنان، بمعنى عدم الامان، بمعنى الحديث عن الكبير كبير كبير بالسياسي، بيساعد المشروع الامريكي، ما بيضعفه، بيساعده طبعا. وقت اللي انا احس اني خايف وفي وهم اسمه المشروع الامريكي قدامي، لوين بدي اروح؟ وهم، بروح على الوهم، مش موجود هو. يا ريت في مشروع امريكي، وينه؟ انا ماني شايفه. انا صار لي 5 سنين بتفرج ما شفت المشروع الامريكي. شفته بالعراق مبهدل ملعون ابو اللي خلفه، شفته بافغانستان يوم ورا يوم بيتراجع، شفته بباكستان حالته صعبه، شفته شفته شفته. وين المشروع الامريكي؟ بس لولا هذا الوهم ما كان يعني في هالقوة يعني اللي هو عم يتمتع فيها هذا، يعني أصحاب مواجهة هذا المشروع اللي عم تسميه وهم. هو ما له كان وهم، تحول إلى وهم نتيجة الخسائر من اللحظة الأولى المتتالية. من اللحظة الأولى هو وهم، من اللحظة اللي حطوا فيه الجيش الأمريكي دخل على العراق انتهى المشروع الأمريكي بالمنطقة. وهذا مش رأيي، رئيس مجلس العلاقات الخارجية ريتشارد هاس اللي هو يعني كبير المفكرين الليبراليين الامريكان بنيويورك بيقول بهذا بدراسه نشرت بالفورين افيرز نهايه العصر الامريكي. انا ما بدي اقبله من ريتشارد هاس، بدي اقبل انه في مشروع امريكي متحرك بلبنان وقادر ونافذ وفاعل، قادر ونافذ وفاعل طالما في ناس بيعتقدوا انه الاستقرار والامان والاطمئنان بيعبر عنه هذا المشروع الوهمي، وطالما انه التهديد بالاضطرابات وبالمشاكل وبالخراب الاقتصادي وباحتلال وسط البلد و و و و و بياتي من الجهه الاخرى واللي بتقول له انه انا ما بدي اخليك استقر. كيف هالكلام؟ فاذا مين عم يخدم الثاني؟ طب ليش باخر مقالي لك يعني بتقول باخرها هيك يعني انه تدعو تقريبا الى المواجهه السياسيه مع الاداره الامريكيه، وكان هناك مشروع يعني يجب مواجهته. تدعو العرب، تدعو العرب. لا انا حكيت مع تدعو العرب السعودي. وبتقول انه هذا قدر وليس خيار. زياره يعني الرئيس بوش للمنطقه اعطت انطباع بان الدول الصديقه او الحليفه للولايات المتحده عندها استعداد تتقبل كل الاقتراحات الامريكيه دون مناقشتها ودون الاعتراض عليها ودون تعديلها ودون تصويبها. ربما يكون هذا الشيء مش صحيح، بس العلني هيك. ما بعرف انا شو صار بالغرف الاجتماعات السريه. نعم. انا عم بقول انه العلم الفلسطيني الان الذي هو العلم الوحيد الجدي والقضيه المركزيه الوحيده الجديه بالمنطقه اخذ من هذه القوى السياسيه وامسكت به قوى سياسيه اخرى لها توجه مختلف عن هذه الدول وعندها قوى راديكاليه متحالفه معها بلبنان وفلسطين وبسوريا وبالعراق. كويس؟ كيف بدك تسترد العلم الفلسطيني؟ تسترد العلم الفلسطيني من خلال المواجهه مع اداره امريكيه سياسيا ما قادره تعطيك شيء لاعتدالك. بدي ارجع لبعد شوي هيدي يعني باطار كمان عم ننقل يعني بسرعه الموضوع لانه فت بموضوع المشروع الامريكي الى اخره. طب بدي ارجع بس للي صار امبارح وراح يصير اليوم. هلا اليوم بعتقد المعارضه راح تعطي رده في رصد لما سيحصل. طيب. في ذكرى الاسبوع. طيب. لموقف المعارضه من ما توصل اليه التحقيق وتوقيف الضباط، رح تعتبر المعارضه يعني انه خلص هلا رح يعتبروا اولا انه التحقيق جرى من اجلهم فقط
وليس من اجل لبنان وليس من اجل لبنان وليس من اجل الجيش. هذا مش طار. هذا احتلال للتحقيق. تحقيق جرى بناء على ضغط سياسي واعطى نتائجه. انا رايي انه هذا طبيعي، ما في لزوم لاستغلاله سياسيا، مش صحيح، والا بيكونوا عم يجروا الاخرين كمان، لانه كل ساعه والثانيه تفضل جي خلينا نجيب جهه امنيه نلغيها. ما انت بالوقت اللي انت عم تحكي عن دور الجيش او دور قائد الجيش او دور بعض الضباط بالجيش، عم تاخذي كل دور الجيش بطريقك، لانه صار الجيش الان. طيب اي مظاهره الان تنزل كبيره وسلميه واللي بدك اياه، وربما غير سلميه بس ما فيها سلاح، طرف الجيش فيها. لا، طبيعه الحال بالكلام اللي عم يطلع وبالصياغات اللي عم تطلع وبطريقه التصرف اللي عم تطلع، عم تقول الجيش بده يقعد على جنب. لا، مش صحيح. الان نحن امام خيار استراتيجي بيتعلق بدور الجيش. قائد الجيش مرشح لرئاسه الجمهوريه، وهيدي صارت الان مثل ما بيقولوا الايد اللي بتوجع. كل ما بده حدا ياخذ منه شيء بذكره بانه هو مرشح لرئاسه الجمهوريه، وبصفوا عليه انه انا يعني بجوز امشي فيك، بجوز عاجبني، بجوز ما عاجبني، مثل الوزير الفرنسي امبارح وافق عليه ما بوافق عليه. قال اصبح اقل توافقا بالنسبه لي. اكيد اصبح اقل توافقا، اكيد اكيد، بس هذه رساله لازم نفهم منها انه في جهات اساسيه بسوريا ولبنان وحلفاء بلبنان قرروا انه الجنرال سليمان مش مرشح، او على الاقل بده اذا كان ما قدروا يواجهوا هذا التسمية العربية العريضة والدولية، بده يحطوه بزنار من الضمانات تمنعه من الحركة، اللي بيعبر عنا البطرك بشكل او باخر، سيدنا البطرك. وزي ما بدي اقول شيء تاني، الخيار الوحيد الان جنرال سليمان امامه خيار استراتيجي. نعم. اما البقاء على الامور على ما هي عليه وتعضيل دولة الجيش تدريجيا او دفعة واحدة بسبب هذا الحادث او ذاك او غيره او غيره او غيره، واما بانه بياخذ موقف تاريخي بالعزوف عن الترشيح والتفرغ لدور الجيش الوطني امام كل اللبنانيين. واحد. اثنين، اذا كانوا فعلا هذه الجهات اللبنانية المعنية او هذه الجهات العربية المعنية او هذه الجهات الدولية المعنية قادرة توصلوا لرئاسة الجمهورية، بتوصلوا وهو قاعد بقيادة الجيش بدون ما يزور حدا، بدون ما يعتذر من حدا، وبدون ما يتصل من حدا. هو عنده الضمانة اللي أكيد 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 في إجماع عليها من كل المواطنين اللبنانيين، مواطنين الأبرياء العزل اللي ما لهم علاقة، واللي بالمناسبة رغم كل ما يقال ورغم محاولات الحزبيين بسرقة طوائفهم أو بالاحتلال طوائفهم أو بعزل طوائفهم، وهذا هو الأسوأ، رغم كل هذه المحاولات انا بعتقد انه حزب الاعتدال وحزب الابرياء وحزب المواطنيه وحزب هو اكبر حزب بالبلد، واذا هن ما معهم خبر هول الناس لازم يكونوا متاكدين، لازم يكونوا متاكدين انه اللي خارج امل وحزب الله هو غالبيه العظمى من الشيعة، واللي خارج المستقبل هن الغالبيه العظمى من السني، واللي خارج التيار هم الغالبيه العظمى من المسيحيين. لازم يكون، وطبعا اخرين بس هو لا بيجيبوا رئيس ولا بيجيبوا عالم. لو بده يجي رئيس كويس كان عمل رئيس، هو بدا رئيس انتهى مرشح، بدا رئيسا وانتهى مرشح. برح في زوار يعني العماد سليماني قالوا عنه كمان لصحيفه الاخبار انه هو ما بده يعني لا يريد رئاسه ملوثه بدماء الناس والفتنه، يشعر بيقول هناك من يريد ان يوسم ترشيحه بالدماء وهو غير مستعد. خلينا ويشعر بانه متروك لمواجهه وضع صعب. حاجي نبرم حبل المواضيع. اين كان وزير الدفاع؟ اين هو كويس وزير الداخليه؟ كويس كويس كويس. هذا كلام تقني كله، ولكن صحيفه الاخبار نفسها نشرت خبر من فتره قالت فيه انني انا غير ملزمي بنشر بيانات مديرية التوجيه لأن العماد سليمان مرشحا وليس قائدا للجيش بصفته هذه البيانات تصدر بصفته مرشح. طيب إذا وصلت الأمور لهون، لا يا سيدي ما مرشح، أنا قائد جيش. وقال رجع واللي لا بده يصدر بيان رسمي يعلن فيه عزوفه نهائيا عن الترشيح ويمارس دوره كقائد جيش وطني بين كل الأحزاب السياسية، وهو ما مارسه منذ 3 سنوات حتى الآن. هيك بينقذ نفسه وبينقذ الجيش كويس، وبيأمن للمواطنين جهة يرجعوا لها.
ويا ستي اذا كانوا الاخرين اللي داعمينه او قادرين يعملوه قائد جيش، قادرين عفوا يعملوه رئيس جمهوريه، بيعملوه رئيس جمهوريه وهو عازف، مش مضطر ابدا يعمل يعني علاقات انتخابيه. هذه علاقات انتخابيه ما بيقوم فيها قائد الجيش، هذه بيقوم فيها اي مرشح عادي، اوكي حقه، ولكن قائد الجيش مسؤول عن مؤسسه كبرى، ربما هي الوحيده اللي باقيه، هي الوحيده الباقيه اللي لها صفه الجامع، لها صفه المواطنيه اللبنانيه، لها صفه الحياد بين التطرف، لها صفه ما بيصير نضيع كل شيء دفعه واحده مره بسبب استغلال دماء شهداء وعزل طائفي بكاملة على أساس أنه هذه الطائفة هي فقط المعنية بهؤلاء الشهداء، ومرة أخرى بسبب استعمال ترشيح العماد سليمان لرئيس الجمهورية بأن سلاح ضده مش سلاح لصالحه. طب هل ترى يعني أساسا بخلفية كل ما جرى كان يصل الوضع إلى هنا، يعني خلينا نقول أنه إسقاط ترشيحه من خلال الموضوع، من خلال تحويله يعني إلى ضحية لما هذه ضحية سياسية؟ أنا ما بحب صفة المؤامرات بالصياغة، لا طبيعتي هيك، ولا يعني ما بصدق كثير من اللي بقرأ واللي له طبيعة المؤامرة. أنا بقول صار حادث عبر عنه نتيجة التحقيق اليوم واضحة ومعلنة وما في لزوم للاجتهاد فيها والتفسير، تركها تاخذ مجراها الطبيعي، ولكن صار استغلال سياسي له ادى للنتائج اللي عم تفضلي فيها. استغلال سياسي له من قبل بعض القوى ب 14 اذار، واستغلال سياسي له من الحزب واقل بكثير من الحركة، يعني على الاقل انا من قراءتي في وحشية سياسية بالتعامل مع كل عنوان جامع، في وحشية سياسية بالتعامل مع كل يعني شيء له علاقة بالمواطنين، في وحشية سياسية بالكلام حول كل المواضيع اللي بتهم كل اللبنانيين، وهذا هذه جريمة مش محصورة بالحزب، خليني يعني يكون هذه الجريمة موجود من يرتكبها ب 14 أذار، وطبعا الحزب له الحصة الكبرى والتيار الوطني له الحصة الأكبر، ولكن موجود كمان بالتيارات الأخرى بردود الفعل السخيفة، بردود الفعل المريضة، واللي يعني بتؤدي إلى مزيد من عزل الطوائف عن بعضها البعض، من إلى مزيد. شو قداس اليوم؟ شو هذا الفولكلور؟ شو يعني قداس اليوم؟ قداس لمجموعة معينة من الالتزام السياسي؟ ايه هيدا يمكن كتعويم لوثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، لانه انا ما هذا كمان بيقول هذا استغلال 14 اذار نجا من محاولة اغتيال، هيدا استغلال من قبل 14 اذار، وهيدي مبالغة بتعيين ورقة التفاهم على انها هدف لما حدث، لا مش صحيح، صار حادث بس الرئيس بري بيقول كمان حتى هيدا احد اهداف كان اللي حصل انه وثيقه التفاهم، يقول مش مضطر انا اوافق معه الرئيس بري، يعني بعتقد انا الرئيس بري لا ازال على قناعه بانه يعني في بدوره وطنيه جامعه، رغم كل اللي بينقال ورغم كل الخلافات ورغم كل الخطابات، ولكن انا بعتقد اللي صار ب عين الرماني وبالشياح وبكذا هو حادث لا له علاقه بورق التفاهم ولا حدا سال عن ورق التفاهم. في مجموعه من الشباب عزل، واحد منهم كمان رمى قنبله بفتره لاحقه، فاتوا على الرماني، غلطوا ما غلطوا، غلطوا بحق الناس، جرحوا ناس. طيب دخلك اللي انجرحوا بعين الرماني ليش ما راح زار الجنرال ممثلهم السياسي؟ ما فهمت شو الكلام؟ ليش؟ خلص اذا انت قائد جيش، انت قائد جيش معني بامن كل واحد فينا، ما في شيء اسمه انت مسؤول عن الصله الشخصيه باطراف سياسيه ممارسه ومرتكبه بكل شيء بيصير بالشارع، حقق عائب ضباط، عائب عسكريين، وقف مدنيين، وانت قاعد بمكتبك قائد جيش، مش انت قاعد قديش هذا الوضع اليوم يعني
في محل يعني في محل عرض المؤسسه العسكريه اللبنانيه طبعا الى الانكشاف. انا من شان هيك مش بس سياسه الامن يعني حتى لانه اليوم بعد توقيف هؤلاء الضباط والرتباء والعسكريين ماذا سيفعل الضباط الاخرين والرتباء في حال حدوث ومن يحميه ومن يحميهم من ردود الفعل اللي يمكن الشعبيه وال يحميهم يحمي الجيش ويحمي قائده ويحمي المواطنية اللبنانية عزوف قائد الجيش عن ترشيح للرئاسي وجديا عزوفه عم تدعي للعزوف طبعا طبعا وانا اعني ما اقول هذا الوحيد اللي بينقذ الجيش عزوفه ببيان رسمي وعلني ولا يسأل ولا عن اي جهة سياسية ايا كانت سواء كانت معه او ضده او بالنص او يسحب هذه الورقة من ايدهم برجع بقول اذا كانت جهات سياسية المعنية بانتخابه رئيس للجمهورية قادرة على إيصاله للرئاسة فكل هذه العلاقات كل هذه التطمينات وكل هذا الاعتقاد بأن الآخرين ممكن يغيروا رأيهم فيه هو يعني خليني أقول أحلام يا سيدول هو على كل حال يعني ما ترشح شخصيا يعني ما قال انا مرشح بعرف 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 وحتى انتخبوا بالجامعه العربيه الجامعه العربيه يعني صح 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 ومع ذلك اولا ما حدث بالجامعه العربيه هو مخالف لكل الاعراف الدبلوماسيه والسياسيه ما بتصير الدول العربيه طلع بيان بتسميه مرشح بالاسم وبالاخر يصير البشياح اللي صار وتصير الزيارات بعد اللي صارت وتصير الاعتذارات بعد اللي صارت هذا اللي مرشح 22 دولة عربية بالقاهرة ببيان علني نازل يزور ويتصل جهات حزبية وطائفية ودينية لا يعتذر أو يلاطف أو يعزي أو بما حدث بالشياح لا نحن بدنا يا قائد جيش قائد جيش ناجح وقادر وعلى مسافة من كل الأطراف وأقرب واحد هو والجيش الذي يقوده إلى جموع المواطنين اللي هو مسؤوليته الأساسية بعدين رئاسة الجمهورية بتجي أهلا وسهلا ما بتجي مع السلامة بالنسبة له وبالنسبة لألنا نعم مش صحيح انه هذه بتوصل يعني لرئاسة الجمهورية الوحيد اليوم لحمايه المؤسسه العسكريه اي قراءه سياسيه جديه تظهر ان هناك انقسام حاد وجدي بمساله ترشيح العماد سليمان للرئاسي بين الدول العربية وبين الأطراف اللبنانية بس هذا ليش لا نكذب على حالنا قد يطيح به نهائيا كمرشح للرئاسة لأنه مثلا امبارح شو ليه بتضحكوا علي لأنه يعني وكأنه خسر شيء كان معه مش صحيح أنه كان معه يا سيد دوني ما كان معه لا طبعا لا يعني كان في إجماع على عليه يا ستي هو لو في إجماع كان عمل رئيس ليش ما عندنا قاعدين عم نناقش اذا في اجماع عليه؟ لانه مثل ما عم تقول منه متركد مثلا لانه امبارح النائب السابق سامي فرنجي للجزيره بيقول انه هو اساسا منه مرشحنا وكنا قبلانين فيه وكان عليه واجب ان يعطي ضمانات للفريقين ومش انه يقول انا ما خصني، اليوم عم ترجع تقول له قول انا ما خصني لا يعني انا ما عاد ما خصني انا العزوف عن الترجيح مش ما خصني طيب ما هلا وصلت الامور لمحل انه في وزير سابق ونائب صعد بالانتخابات كويس بحدد له مصيره للعماد سليمان شو هالكلام هذا باسم مين عم بيحكي الوزير فرنجي طبعا هو عم بيعطي موقف كمعارضه انه من حقه انا ماني مختلف بقى مرشح أنا مقبول حقه الوزير فرنجي يقول لي قالوا انا عم بقول لو كان اللي بده يقعد محل العماد سليمان وعم بيسمع هذا الكلام ما بياخذ منه شيء ما بفهم منه شيء وكيف بده يسترد حاله بده يسترد حاله بده يسترد دور مؤسسته بده يسترد اجماع المواطنين اجماع المواطنيه اللبنانيه عليه ما راح توصلوه القوى السياسيه مش صحيح من الاول هن ما راح يوصلوه خليني اقول لك ليش شو بدك بكل اللي بينشر وبيقال عنه الانظمه الامنيه والتنظيمات الامنيه مثل خبراء المتفجرات خبراء المتفجرات بشغلهم الخطأ الأول هو الخطأ الأخير لأنه إذا هو عم بفك المتفجرة أو هو عم بركبها مفجر غلط غلطة بفجر فيه ما في غلطة تانية الأنظمة الأمنية والتنظيمات الأمنية تعاملت مع العماد سليمان بأنه هو ارتكب الخطأ الأول بتفاهمه مع قوى 14 أدار والسعودية ومصر و و و و
صرف النظر اذا كان هذا الشيء صحيح او مش صحيح، ان رايهم هيك ومعلوماتهم هيك وتقديرهم السياسي هيك، فنتعاملوا معه ان الخطا الاول هو الخطا الاخير. لذلك اما زنار من الضمانات لا يستطيع هو تحقيقه ولا يستطيع القبول به اذا تحقق، واما عدم وصول للرئاسه والابقاء على الفوضى كما هي عليه. طيب ليش ما مفهوم؟ انا مصلحتي كقائد جيش هي رسمالي الاساسي، وهي اللي رشحت على اساسه، وهي اللي خلق اجماع من المواطنين على ترشيحي، وهي اللي اربكت ولبكت كل القوى السياسيه بترشيحي. طيب خليني احتفظ بمصداقيتها على القليله. اما هلا حنضيع اثنين، حنضيع مصداقيه قائد الجيش، قائد الجيش والجيش، وبطبيعه الحال حنضيع الترشيح. اذا شو استفدنا؟ بس العزوف عن الترشيح في هذا التوقيت كمان يعني ما بيطير كل المبادرات اللي قد قائمه على هالاساس، على اساس ترشيحه يعني، هي بعد ما طارق ما بيطير المبادره العربيه يعني. المبادره العربيه اللي فيها توصلوا كانت وصلته اولا، وانا رايي بتخزيني فيها توصلوا وهو عازف لو اذا فيها توصلوا، وبالتالي هو مطلوب منه ان ينأى عن الأمراض السياسية للترشيح لرئاسة الجمهورية، وأن يستعيد دوره كقائد جيش محايد بين جميع الأطراف السياسية والمسؤول عن كل المواطنين اللبنانيين. ما لم يحدث ذلك بكون ضيعنا الترشيح، ضيعنا القيادة، ضيعنا دور الجيش لا سمح الله، ضيعنا أمن الناس، ضيعنا إجماع الناس. وين الأرباح من الموضوع؟ كل خسائر. بس حضرتك اعتبرت تقريبا انه يعني كل مظاهر الاحتجاج وحرق الدوليب والى اخره ربطتها بموضوع يعني الاجتماع العربي يعني اللي حصل بالقاهره. شو الغريب؟ انه طبيعي، انا بعتبره طبيعي. في 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 جهه مثلا فريق المعارضه اعتبرت هذه يعني هذه تحاليل سخيفه يعني. هي بس انه هي ضبطت على الساعه وعلى الدقيقه وعلى خلال الاجتماع بالقاهره، انه يعني ما فرقت ولا خمس دقائق حتى، انه ما كان بيسوى قبل بيوم او بعد بيوم، بعد صدور البيان بساعتين، لا هن كتبوا البيان على مر القايم. هي مش تحليلات سخيفه، هي وقائع سياسيه، ليش عم نهرب منها؟ خلينا نواجه الاشياء مثل ما هي، كما ان الواقع السياسي. انت قلت ما بدك تفوت باهداف يعني اللي حصل، عم تقول حادث صار وتطور والى اخره، بس بحكي عن الشهداء مش عن الحركه السياسيه. ما حدث في البدايه هو قيام حركه احتجاج سياسيه هدفها كتابه بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب على مر الخايل، واللي بيقول غير هيك بيكون ما بيشتغل بالسياسة. وكتب على هذا الأساس، والدليل أنه كتب على هذا الأساس. كويس عاد، حققوا غرضه، كويس، يتركوا لنا الجيش. هو لشهدائنا مش شهدائهم، شهداء كل اللبنانيين. كما أن من مات من أو اغتيل أو استشهد من وقت 14 شباط اللي صار قريب الرئيس رفيق الحريري هو شهداء كل اللبنانيين على الاقل. على الاقل اذا كان هن ما بيعتبروا هيك، المعارضه تعتبر شهداء بخصوها والموالاه يعتبرون شهداء بخصوهم، كويس، فقائد الجيش ما لازم يعتبر هيك. هو مسؤول عن امن اللبنانيين جميعا، وليس مسؤولا عن امن مجموعه من الحزبيين او مجموعه من مع احترامي للدور السياسي للحزب اللي عم يلعبه بصرف النظر عن رأيي، يعني مش هذا الموضوع، ولكن حرام حرام. طيب. لكن فينا نقول حققت الأهداف من كل هالتحركات الأهداف السياسية ما دون الشهادة. الشهادة أغلب كتير طبعا. من أي هدف سياسي صغير داخلي تافه ما له قيمة ما دون الشهادة. إيه طبعا كتب البيان من القاهرة بالنص اللي كل بند فيه بيحتاج لاتفاق، يعني انه بدها هذا موجود معلن، ما بدي احكي بالمعلن، المعلن تحقق. انا بدي اقول انا اتحدث عن مسؤوليه الناس خارج هذه الوحشيه السياسيه، واما اهمهم واولهم العماد ميشيل سليمان قائد الجيش وليس المرشح للرئاسي. وما حدا يجي يقول لي انه والله اذا تراجع بكون عم تراجع قدام المعارضه، وإذا تقدم بيكون عم يتقدم من أجل الأكثرية. ما بيعمل رئيس جمهورية بهذا العقل. طيب أوكي، تراجع وعزوفه عن الرئاسة من أجل كل الأسباب التي ذكرتها، ما هي انعكاساتها على كل الوضع العام في البلد خصوصا على المسار السياسي؟ ماشي، أولا بنضمن أنه عندنا جيش حافظ دوره
وقائد جيش مستمر بدوره وبمسؤوليته عن كل اللبنانيين وعدم واحد اثنين ترجع الأمور السياسية كما هي الآن. شو بده يصير يعني؟ خير يا بيرجعوا بيتفقوا عليه يا بيرجعوا بيتفقوا على غيره أو ما بيتفقوا على حدا. واضح أنه المعارضة منا بوارد الاتفاق على رئيس الآن. ليش عم نبرم على الموضوع؟ كيف؟ طيب خلينا نبحث. عند برأيك المعارضة مرشح غير العماد سليمان توافقي؟ لأنه هي بتقول مرشحة على عماد دعون. أنا بعتقد لا، ما عنده مرشح الحقيقي هو الفراغ. ومرشح أيضا المشروع الأمريكي اللي عم نحكي عنه هو أيضا الفراغ. لأنه كمان واضح أنه بيعتقدوا أنه الظروف السياسية الآن لا تسمح لهم بالمجيء برئيس يناسب سياستهم. يعني فكلا الطرفين، كلا الطرفين الخارجيين على الفراغ. ايه طبعا، مشان هيك انا عم بقول انه جيرونا سليمان يسحب حاله من هذه المعركة. هو مش قد ومش كشخص، كدور سياسي. كيف وبعدين نحن ضانينين فيه، بس كيف يدار الفراغ في ظل يعني كل هالوضع؟ مثل ما هو مدار الان. خلينا نحتفظ بالجيش بالاول وبقيادته من ساعة بننقل انه كيف بدنا نحافظ على الجيش، بعدين بنقول كيف يدار الفراغ. بعدين اول شيء خلينا نحفظ وحده وحده يعني مشان نوصل لمحل طبيعي. يعني بدي ارجع اقول ما هو هيك، ما هو مشان هيك يعني في البعض عم بيشوف وفي مواقف عم بتقول انه يعني المشروع اكثر من الفراغ، المشروع هو تدمير كل مؤسسات الدوله. هذا عم بتم بدي ما في لزوم، ما انه مشروع هيدا، هذا يتم تدريجيا في مشروع لافراغ النظام من مقوماته. في شيء اسمه النظام اللبناني، مقوماته الجيش، القضاء، الحياة السياسية، الحريات، هذا كله، الأمن، هذا عم بيتم إفراغه مرة باغتيال رائد عيد ومرة باغتيال فلان والله يرحمه. طبعا بدأت باغتيال الرئيس الحريري، هذا بما يتعلق بالأمن. والآن يتم اغتيال دور الجيش، بعد شوي كويس بنبلش بالقضاء، بس نخلص بالقضاء بننقل على الحريات. شو عم بيصير الان؟ انا شفت امبارح على التلفزيون مناطق الضاحيه او مناطق المعارضه، واللي انا ما بقدر اقبل ولا لحظه انه في جيتو اسمه الضاحيه. شو الكلام هذا؟ وانه بيطلع نايب بيقول ايه في عشرات المقرات من بيوت المسؤولين بالحزب والمقرات الحزبيه طبعا في عليها حراسه وفي كيفك يا عمي. شو قصته؟ ساحه بتقول انه طيب هو شو بالضحيه هذا كله بده؟ بالجنوب شو صاير؟ بالبقاع شو صاير؟ يعني خلينا نشوف شو المسموح وشو الممنوع. يعني حكي عن منطقه الضحيه امنيا وكانه يعني حديقه غناء في نيويورك، وانه قوى الامن هي المعتدي، لا مش صحيح. يعني ورجع لفتره حي السلم مش عارف شو الاحداث اللي صارت. طيب احنا نسينا انه كان عم بيتم البناء باراضي بيملكوها ناس وبتملكها الدوله، واعتداء على الاملاك العامه والاملاك الخاصه، وانه قوى الامن جربت تمنعهم صار اشكال امني. اما هن مسموح لهم يعملوا اللي بدهم اياه، والمعنيين بالامن والقانون ممنوعين من اي اجراء. كيف هالكلام؟ شو بيطلع وزير الداخليه يعني بيخاطب الناس عبر الصحف؟ هو بخاطبهم عبر الدوريات اللي بيبعثها لمنع المخالفات. بس مش هذا الموضوع، هذا كله اساسه هذا كله اساسه عزل الطائفي وعزل المنطقه والعزل الجغرافي والعزل الديني والعزل المذهبي. بس انا اللي كمان ما خلينا نجي للاعلان. وين ال بي سي عم تنشر؟ وين ما كانت تنشر؟ لا بالمناطق اللي فيها هذه الاشتراكات من وقت الحادث اللي صار. رجعت تتحلحل شوي. امبارح بسمع انه المستقبل بس ما بخلوها تفوت اخباريه المستقبل ايضا صارت ممنوعه عند الهول بي ما بسموه. وفي مناطق ثانيه ممنوع عليها الاو تي في وممنوع عليها المنار. يعني شو هذا الشيء كويس؟ هذا اللي بسموه تفريغ النظام من داخله. شو النظام اللبناني؟ قضاء وامن وحريات شخصيه وسياسيه، وعم بيتم تفريغها تدريجيا وحده ورا وحده ورا وحده ورا وحده ورا وحده. هذا عزوف قائد الجيش
بيمنع تفريغ دور الجيش. ما عم بفهمها يعني كيف بده يمنع؟ ليش مثلا عزوف قائد الجيش اذا رجع صار، اذا رجع صار لا سمح الله حادث ثاني مثل اللي صار بالاحد الماضي، الجيش يعني راح ساعتها يكون حاسس حاله انه هو متحرر بما انه عزل قائد الجيش على قائده وراح يقدر يقمع بالطريقه اللي قمع فيها. على الاقل قائده متحرر من التزامات الترشيح لرئاسه الجمهوريه. في فرق بين انه يكون قائد الجيش مرشح لرئاسه الجمهوريه وبالتالي حركته مرتبطه بهذا الترشيح كما يقال، والدليل اللي تفضلت فيه انه نحن بنربط موقفنا فيه بنتيجه التحقيق. ما بيوقف اذا كان في هدف مثل ما قلت تفراغ وتدمير والى اخره كل هالمؤسسات وكل هالمقومات اللي قايم عليها النظام اللبناني، ما بيمنع انها تستمر. شو بيم ايه بس كمان بذات الوقت بيكون دور قائد الجيش والجيش جزء من الحاجز لعدم نجاح هذا المخطط. نحن عم نفتش على ناس يوقفوا بوجه المخطط، ما عم نفتش على ناس يتفرجوا عليها. اي مرشح لرئاسه الجمهوريه طلعي هلا على التلفزيون مضطر يقول كلام في حسابات لهذه الجهه او تلك، وهذا امر طبيعي بيصير باي بلد بالعالم. قديش ممكن يكون في مخطط كمان بالمقلوب يعني معاكس، انه يكون في محاوله في اطار يعني محاولات الكثيره التي حصلت من اجل يمكن نزع سلاح المقاومه ما بعرف شو بدك تسميها، انه ما حدا عم يقدر، لا القرارات الدوليه قدرت ولا الحرب الاسرائيليه خاصه وقتها هلا صدر تقرير لجنه فينوغراد ولا الحرب الاسرائيليه قدرت على ذلك ولا حدا ولا قدر قوات الاطلس تجي حتى تجرد من سلاحه اوكي ولا حتى الاحزاب الداخليه قادره في توازن قوى، خلينا نزج الجيش في هذه المواجهه. قديش خلينا نسمع فصل اعلاني ونرجع نحكي بهذا الموضوع. نعود لمتابعه نهاركم سعيد مع كاتب سياسي استاذ نهاد المشنوق. استاذ نهاد، كنا طرحنا سؤال قبل البريك بما يتعلق انه هل هناك من يريد يعني حصول مواجهه بين الجيش اللبناني والمقاومه اللبنانيه، يعني طبعا جيش حزب الله من اجل يعني لا من بالغ بهذا الامر. انا بعتقد انه بالجهتين في ضمانات جديه، بعدين نحن عم ننسى انه هذا الجيش هو نفسه اللي صار له ما بعرف 14 سنه ربما اكثر بينسق مع المقاومه، ولذلك انا عم بستغرب هذه يعني النبره العاليه بالتعاطي مع هذا الموضوع. قائد الجيش هو نفسه الحالي اولا عين بظروف سياسيه مناسبه تماما لتفاهم المقاومه والجيش، والى طبيعه قريبه كثير من تفاهم المقاومه والجيش، واصلا قائد الجيش اعلن مرات وكرر ويعني لدرجه كمان مبالغ فيها عن دعمه لدول المقاومه. هذا واحد. اثنين، المقاومة القوى الرئيسية ب 14 أدار وأولهم سعد الحريري كرر وقال عشرات المرات بأنه سلاح المقاومة يعالج بالحوار الداخلي وبين اللبنانيين. قال هذا الشيء على باب البيت الأبيض وقال هذا الشيء على باب الإليزي بباريس حتى ما نعطي الأمور أكبر من حجمها. اوكي، في ناس عنده الرغبه بنزع سلاح المقاومه بس معني يعني هذا كلام لا يصدق من قبل الطرف الاخر، لانه عم بيقول وقال حزب الله نحن مش عم نواجه الاكثريه، عم نواجه المشروع الامريكي كويس. والمشروع الامريكي اللي حضرتك قلت انه يريد تغيير طرف على طرف اخر، انا ما ملاقيه بس كتبت انه قائم على تغليب طرف على طرف اخر بلبنان، لذلك هو بده يبقى الوضع. المشروع الامريكي يريد بقاء الوضع بلبنان على ما هو عليه الى ان يجد ظروف سياسيه يغلب فيها طرف على اخر. وانا هذا اللي قلته بالمان، بس هذا ما انه محقق، وهيدا ما بيتحقق بمزيد من الحده ومزيد من عزل الطائفه ومزيد من يعني اعطاء الامور وكانه كلها طوائف. لا مش صحيح. هذا ما يقف في وجه تحقيقه اولا تعقل قياده 14 اذار، واللي بعض الاحيان بيظهر عليها التعقل بهذا الموضوع بالذات وخاصة عند النائب الحريري ولاحقا عند وليد بيك. ولكن انا عم بقول طيب انا افترض انه قيادة الحزب، طيب كيف بتواجه هذا الموضوع؟ خليني بس لو سمحتي لي احكي عن تقرير فينوغراد لحظة بدل ما نفوت بتقرير فينوغراد. في ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى تتعلق وهذه بشهادة كل العالم بقدرة المقاومين اللبنانيين على الصمود في وجه اقوى جيش بالشرق الاوسط، وانه هيدي بدها اعاده نظر بطبيعه الجيش الاسرائيلي وبدوره وب ب ب ب اللي صدر التقرير.
برجع بقول مين الجهه اللبنانيه اللي قعدت ناقشت سياسيا تقرير ما حدث بحرف تموز من سنه ونص للان؟ واحد. النقطه الثانيه اللي حكي عنها التقرير هي وهي الاهم، هي تماسك المجتمع الاسرائيلي وفي دعم دور الجيش، وانه هذا اللي بخلينا نستمر كمفهوم لدوله اسرائيل. طيب هذا التماسك ما ظهر على اللبنانيين بحرب تموز من خلال التآلف وشيء من الوحدة وشيء من الاحتضان ما ظهر؟ طيب هذا كيف نحميه؟ كيف نطوره؟ يعني ما افتكرنا لحظة انه الاسرائيلي عم بيقول انه تماسك المجتمع الاسرائيلي هو اللي حيحقق اعادة دور الجيش وبيهدد بحرب جديدة مثل ما قيل، بينما المجتمع اللبناني من حرب تموز لليوم يزداد انقسام حول دور المقاومة نفسها. طيب هذا بس حققوا المشروع الأمريكي فقط أو رغبة المشروع الأمريكي فقط، ولا الهجوم والاندفاع غير الطبيعي مرة بغطرسة القوة ومرة بقلق الخائف؟ اثنين غلط. غطرسة القوة على إسرائيل مش على اللبنانيين، والخوف يكون من غير اللبنانيين، لأن اللبنانيين أثبتوا بحرب تموز تضامنهم وتفهمهم وقبولهم لكل ما حدث. العماد عون نفسه ليفترض انه من طائفه وبيئه ومدرسه سياسيه لا علاقه لها بالمقاومه، شو قال؟ وقف وقال وقت اللي ضرب الجسر اللي بوصل لهون، قال بالرزق ولا باصحابه. شو تطور هذا المفهوم؟ كيف تطورت قياده حزب الله هذا المفهوم من حرب تموز لليوم؟ انا امبارح سالني هذه حديث جزء من حوار صار بيني وبين النائب السابق لمحامين الشمال الصديق رشيد درباس حول تقرير بنغار. هي هو لفت لي نظري للنقطة، أنا ما كنت منتبه لها بقراءتي للتقرير. طيب كيف يعني أنتم عم تقولوا نحن بدنا نحمي دورنا وبدنا نحمي سلاحنا وبدنا نحمي، كيف بدك تحميه إذا مجتمعك ضدك؟ كيف بدك تحميه إذا كان مجتمعك عم بيتطور موقفه من حرب تموز لليوم من التضامن الكامل والاحتضان الكامل والانفتاح الكامل للانغلاق الكامل بين كل الطوائف والمجتمعات السياسية؟ طيب انا ما عم بقول انت لحالك مسؤول، بس اللي ضدك طبيعي يعمل هيك، هو ضدك منه مخبي، اللي مطالب بسلاحك منه مخبي، المعادي لك منه مخبي. طيب انت شو عم تعمل؟ هل عم تقوي قوى الاعتدال اللي متفهمي لك؟ هل عم تحاور القوى المنطقية المتفاهمة لإلك؟ هل عم تزيد من انفتاحك على الطوائف والمواطنين ورغباتهم بالأمن والاستقرار والاعتدال؟ ما صار هالشي، كله ما صار. يعني ما بصير بس نحط الحق على غيرنا ونحط حالنا بالآخر بمنطقة معزولة. صار حادثتين بلبنان بينوا فيه اللبنانيين بغالبية العظمى أنه عندهم قدرة على التفاهم. يوم اغتيال الرئيس الحريري وما سمي ب 14 أدار قبل أن تتحول إلى 14 شباط، ويوم حرب تموز، وهني مفصلين استراتيجيين بتاريخ البلد. مين القوة السياسية اللي آمن أو القوة السياسية اللي آمن وقالت خلينا نستخلص من اللي صار إمكانية على التفاهم؟ سهل تقول فلان غلط وفلان متآمر وفلان قاتل وفلان مجرم، هذا كله سهل ما بيكلفك شيء، وخصمك طبيعي يقول هيك. إنما أنت شو عملت لتحقق لسلاحك ولطايفتك وللبنانيتك ولوطنيتك مزيد من الحماية ومزيد من التفاهم؟ شو كان مطلوب منه يعني؟ أنا ما في حط حالي محلهم لأقول شو كان مطلوب منهم. هني معنيين مثل ما أنا معني، وأنا كمواطن مش أكثر ولا أقل، بس هني معنيين بالدفاع يعني عن نفسه. انا رح اعطيك هالمحطه، يعني عم بتقول انه 14 اذار والى اخره، بعد 14 اذار يعني صار في محاوله عبر عنها بالانتخابات النيابيه التحالف الرباعي. نعم. واعتبروا حزب الله انه انخدعوا بهذا الموضوع. صحيح يعني. صحيح. يعني وبعدين بتكون غلطتهم او غلطه الاخرين. انا ما عم حاسب، انا عم بقوله بعدين. اوكي. وبعدين أوكي. بعد حرب تموز يعني الى اخره كمان اجوا يطرحوا موضوع يعني الحكومه والمشاركه والى اخره. لا المشاركه اولا هن كانوا بالحكومه، ما طرحوا موضوع شروع الحكومه. طرحوها على اسس جديده يعني.
لا 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 مش بسبب حرب ترموز، اذا كان بسبب حرب ترموز مشكله. ايه؟ من بعدها رجعت انطرحت هيدا المواضيع، اعتبروا بركي بوقتها نتيجه حرب ترموز انه الانتصار الذي حققه حزب الله يمكن يستاهل ايضا ان يحصن بضمان سياسي يكون من خلال، طيب خلينا نشوف هاي مشاركه معينه بالحكومه. طيب قديش قدرت تجيب؟ خلينا نفترض انه هذا المنطق سليم وانا لا اوافق على هذا، ولكن نفترض انه سليم، قديش قدرت تجيب تأييد من خارج تأييدك الطبيعي لهذا المنطق؟ ماشي، بالعكس خسرت ناس خسرت ناس خسرت ناس من اللبنانيين، عم تخسر يوم ولا يوم يوم ولا يوم. بس ربح فريق أساسي مسيحي يعني اسمه التيار الوطني الحر. ما لا اعتراض، أنا قدر يعمل معه أنا كتبت إذا لاحظت باللي قلته إنه مذكرة التفاهم حققت غرضها بوقت من الأوقات بإنه أنهت عزلة كان ممكن الحزب يوقع فيها كويس، وفتحت باب للاستقرار لجزء كبير من المسيحيين بيعبر عنه العماد عون ونوابه بكتلة التغيير والإصلاح، بس هذا أدى غرضه خلص. بعد ما أدى غرضه بدك تعمل انفتاح. أدى غرضه تبع بالنسبة لحزب الله وكمان للعماد عون. خلص ما بيصير. هلا نرجع لقصة دور المسيح اللي انا يعني حكيت عنه برسالة العماد، لانه انت اعتبرت انه العماد عون يعني اخذ الموقف المسيحي الى حيث لا اطمئنان ولا استقرار ولا امن له بتفاهم، لانه دور المسيح هو الانفتاح على كل الناس مش دور المسيحي. مذكرة التفاهم حققت غرضها وبوقتها كانت ضرورية وواجبة ولازمة، بس حققت غرضها خلص، ما في يستمر على هذه القاعدة، بدي انفتح الان. طيب انت عم تحكي على يعني ببلش تفاهم ثنائي ليشمل بالاخر تفاهم، والا شو والا شو بتكون عملت؟ بتكون عرضت الدور المسيحي والحضور والوجود المسيحي لاكبر قدر ممكن من الخلاف مع القوى الاخرى. هلا بده يجي يقول لي عرضت على فلان ما قبل وفلان ضدي وفلان معي، إيه هذا شيء طبيعي بالسياسه، بدك تستمر بالمحاوله لانه هذا دورك بحمايه الوجود المسيحي بالبلد. طيب في الان ثلاث مؤسسات، نحن عم نحكي عن قيادة الجيش مش ايه، في الآن ثلاث مؤسسات معرضة كليا، هي رئاسة الجمهورية شغور، مؤسسات مسيحية يعني طبعا مارونية تحديدا، رئاسة الجمهورية شغور ومجهول، قيادة الجيش المشاكل الترشيح وحادث عين مارن خايل وكلام كبير 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 وحصر المشكل بطائفة وبمذهب وب طيب سيدنا البطرة قليل اللي تعرض له بالفترة الأخيرة من قوى المعارضة، شخصي وعام ووطني ولبناني طيب شو عم نعمل بهول الثلاث مؤسسات؟ هذا بيرضي القوى السياسية؟ ما فهمت أنا، ما عم بقدر أفهم شو عم بيصير، إنه كيف ممكن إقناعي بأنه ما يحدث في هذه المؤسسات الثلاثة يخدم المشروع الوطني بلبنان؟ كيف طيب؟ بالعقل بالمنطق بالواقع مسيحيين لبنانيين هم، برجع بقول هم عنوان استقرار واعتدال وطمأنينة وأمن حيث هم موجودون. كيف تحميهم؟ تحميهم بأنك تأخذ مواقف حادة بمحيط بيمتد من أندونيسيا لموريتانيا؟ كيف يعني؟ بأي خلي حدا يشرح لي كيف؟ كمان الفريق المسيحي الآخر مش أخذ نفس الموقع أيضا يعني، وأخذ موقع أنا يعني إيران إلى سوريا. أنا ما عم بحكي أنا عم بحكي على الطرف اللي أخذ المسيحيين يعني، مثل ما امبارح عبر يمكن البطريرك صفير ايضا بيقول انه يعني المسيحيين ناس عم يشدون للغرب وناس عم يشدون للشرق كويس يعني مين غلط؟ في منهم عم يتصرف مين اللي مين يعني اللي في غيره هو بيقدر يوقف بالنص؟ عم بيجوا يعطلوا له دوره، في غير قائد الجيش بيقدر يوقف بالنص؟ عم بيعطلوا له دوره، في غير رئيس الجمهوريه بيقدر يوقف بالنص؟ عم بيعطلوا له دوره. انا عم بقول الدور المسيحي ليس دور تحدي وليس دور انقسام وليس دور تحزب لهذه الجهة أو تلك، دور المسيحي بلبنان وحمايته وضرورته وهو دور حضاري له أول وليس له آخر، هو دور الانفتاح على جميع القوى ودور الانفتاح على جميع الأدوار ودور الانفتاح على جميع الدول القادرة على مساعدتنا. ما بحط أنا بغالبية المسيحيين بموقع أنه يعني الحدود السياسية هي دمشق، بالوقت اللي دمشق على خلاف سياسي مع عدد له أول وليس له آخر من الدول العربية. أنا منفتح على الجميع وبعرض وجهة نظري مثل ما هي، مش ضروري غير موقفي أنا لأحكي مع خصمي أو لأحكي مع جهة عربية أو جهة دولية، ببقى على موقفي، بس
بشرحها بطريقة إيجابية، بتوجه لقوى مختلفة، بتوجه لجهات مختلفة، هيك بتحمي المسيحيين لهن عنوان الاستقرار اللبناني. خلينا نرجع للثوابت، للقواعد، للأساسيات. عنوان الاستقرار اللبناني هو عنوان مسيحي مش عنوان إسلامي. هن الطرف اللي أنا بسميه العازل بين القوى المتخاصمة اللبنانية. أما اتخاذ هذا الطرف أو ذاك باعتبار أنه هيدا صح وهيدا صح وهيدا غلط وهيدا غلط، بيوصل للي وصلنا له، أنه في ثلاث مؤسسات مارونية استراتيجية رئيسية تتعرض. مع العلم أنه أنا قلت كمان أنه البطريرخية والكنيسة عمرها 1000 سنة أو أكثر أو أقل، وراح تستمر. يعني السياسيين بيروحوا وبيجوا، البطريرخية بتبقى بما هي عنوان وطني جامع لكل اللبنانيين. واللي يعني ما بدي ادخل هلا بالتسميات، انه البطريرك صفير فعل كذا والبطريرك كلهم متحمسين لمحلات. طبعا ما هذا البطريرك اللي قلتي عم بيقول كلام بين اثنين، ولكن مش مطلوب منه وحده. اذا الواحد بده يعمل بطريرك سياسي ما بيقدر يقول كلام بين اثنين. طيب ما هو لازم يقول اليوم اي الكلام. البطريرك صفير طبعا برساله الصوم اللي بيبدا بكره عند الطوائف يعني اللي بتلتزم التقويم الغربي، بيقول البطريرك صفير برسالة الصوم التي جاءت تحت عنوان الكنيسة والشأن الوطني، اعتبر أن الانقسامات السياسية التي تنعكس على القواعد الأدبية والأخلاقية هي مدعاة أسف كبير، بعدما أصبح الكثير من أهل السياسة يبحثون ليس على ما ينفع وطنهم بل على ما ينفعهم شخصيا، ومن بينهم من التحق سياسيا بغير لبنان، وكأن البلد قد أصبح لديهم مطية يتوسلونها لتحقيق رغبات هذا أو ذاك من البلدان، على أن يبوئهم البلد الذي تطوعوا لخدمته المركز الذي يتوقون إلى ملئه في بلدهم. ومعلوم أن السياسة قواعد ضوابط وأخلاقيات. يعني هذا كلام طبعا يتعلق بالموضوع المصالح الشخصية يعني التي تحكم تصرف السياسيين. ويضيف البطريرك صفير لا حاجة الحديث عما وصلنا إليه من فراغ، وبدت المؤسسات الدستورية والوطنية مشلولة، فرئاسة الجمهورية خلت من شاغرها ولم ينتخب من سيكون بديلا عنه، وهذه ثاني مرة يحدث ما حدث في تاريخ الجمهورية اللبنانية منذ قيامها سنة 1920، والمجلس النيابي لم يجتمع منذ ما فوق السنة، وهذا أمر مستغرب ومستهجن، والحكومة استقال عدد من أعضائها وفي الوقت عينه يصرفون فقط ما يطيب لهم من معاملات. أما الجيش اللبناني الذي أظهر تماسكا كبيرا خاصة في حرب نهر البالد، فاغتيل لأول مرة ضابط كبير من ضباطه، والتهديد ما زال يلاحق بعض السفارات في لبنان، وهذا نذير سوء يذكر بسنوات مضت هجر فيها السفراء لبنان. وهناك مؤسسات أصبحت شاغرة وليس من يأبه لها كالمجلس الدستوري والسواه وإلى آخره. يعني وشدد طبعا على تاريخ البطريركية المارونية ودورها على الصعيد الوطني عبر العصور، مؤكدا أنه لولا صوت البطريركية المارونية لما كان لبنان ممكنا وواردا بحدوده الطبيعية الحالية. صحيح. مذكرا بأن البطريركية كانت حاضرة في كل المفاصل التاريخية، والبطريرك ليس لحويك هو الذي طلب باستقلال لبنان فنشأت الدولة عام. صحيح. 1920، وأنه ما تعرض له من انتقادات ليس بجديد على البطاركة الموارنة. إذا هذا أبرز يعني ما جاء في أهمية سيدنا البطريرك صفير الآن، أنه يعني أكثر القيادات العامة الوطنية معرفة وتقديرا للتغييرات اللي صارت من أيام البطريرك حويك الذي دعا إلى استقلال لبنان وتحقق ذلك بناء على رغبته حتى الآن ونشوء دولة لبنان. فعمليا في يعني حجم المشاكل ما بكفي تعرفه لتتهم آخر بافتعاله. لازم تعرفه لتشوف كيف تعالجه بعين وطنية جامعة. أي كلام آخر ما رح يوصل لمحل، حيوصل لمزيد من الانقسام، مزيد من الاشتباك السياسي. الحمد لله أنه الاشتباك الأمني بعده كتير محدود. يعني حتى بس كل يوم يعني عم يصير في حادث عم بيخلينا نخاف انه تتطور هذه الحوادث. مثلا بعد اطلاق يعني بعد الاعتداءات اللي عم تعرض لها مواقع الجيش، امبارح حصل اطلاق نار على احد مسؤولي الحزب الاشتراكي نزار منذر، بعتقد بالشويفات. يعني كمان مش مستغرب. كمان في خبر انه صباح اليوم اصيب الشاب احمد غصن بمنطقه دوحه عرامون برصاص مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه عدد من الشبان هناك. يعني ما بعرف شو انتمائه السياسي، بس على كل حال انا بدي اقول الاعتداء على مراكز الجيش صار يمكن
ما بعرف 10-11 اعتداء على مراكز الجيش. طيب هذا مش رسالة سياسية واضحة؟ كيف بدك تدعي عليها؟ بمزيد من الترشيح، بمزيد من الاعتذارات، بمزيد من الزيارات السياسية، أم بالتحصن بدور الجيش وبدور قائد الجيش واللي بيعني كل اللبنانيين؟ وللعماد سليمان أثبت طوال السنوات الأخيرة أنه قادر يقوم فيه يعني، فليش عم نبرم حول الموضوع؟ هو الموضوع واضح قدامنا، في اشياء بتصير بالسياسه. بس كمان يعني بنحمي مؤسسه الجيش، بدنا نشوف كمان نحمي كمان الوطن كله. ما بقول دور الجيش مش مؤسسه الجيش بحميها انا واحطها بالسكنه، اي مزيد من الاغتيالات. دور الجيش هذا، دور الجيش هذا، انا اتحدث عن دور الجيش كحامي وضماني لجميع اللبنانيين، ودور قوى الامن الداخلي الهجوم على جهاز المعلومات، وكل كلام عن قائد الجيش و كله هدفه تفريغ النظام. انا بواجهه بمزيد من اللبنانيين، بمزيد من الوطنيين. على قوى الامن الداخلي من خلال اغتيال الرائد عيد، هو يمكن موجه اكثر او مرتبط اكثر بموضوع يمكن التحقيقات اللي عم بتصير. كيف طيب سدن؟ شو عرفك انه مرتبط؟ اغتيال الرائد شهيد رفيق، انا احكي لك روايه شفت على التلفزيون، ما في اسرار. اغتيل الرائد عيد، نعم. كويس، خلال نص ساعه طلع على التلفزيون يعني زميل اساسي وله صلات جديه بالسوريين وقال انه رائد عيد اغتيل بسبب زياراته للجنه التحقيق الدولي. طيب شو عرف؟ مين بيعرف انه رائد عيد زار لجنه التحقيق الدولي؟ رائد عيد، انا سالت بعدها يعني قلت له افهم شو صاير. تبين انه الرائد عيد زار فعلا لجنة التحقيق الدولية 4 مرات أو 5 مرات، ما بعرف العدد، للبحث بملف محدد له علاقة باغتيال الرئيس الحريري، وكان هو له دور فيه كتقني، بمعنى تحليل الاتصالات والارقام والكلام و طيب هذه الزيارات التي هي سرية تامة بيعرفوا فيها 3 جهات، الرائد عيد نفسه ورئيسه بطبيعة الحال، نعم، واكيد منه ما راح يطلع الكلام. في جهة تانية بتعرف، هي الجهة الأمنية المعنية بالدخول والخروج على لجنة التحقيق الدولي، وفي جهة ثالثة هي لجنة التحقيق الدولي، أكيد مع الرائد عيد ورئيسه ما طلع، وأكيد من لجنة التحقيق الدولية اللي بتعمل تحقيقاتها على سري مستوى عالي من السرية، يعني في أجهزة أمنية مخروقة. أعلن هذا الخبر ما بيطلع غير من الأجهزة الأمنية. 1-2، شو هو الملف اللي الرائد عيد عم يتعاطى فيه نتيجة خبرته بمسألة الاتصالات والأرقام؟ هو ملف بيتعلق باغتيال الرئيس الحريري، وهو ملف جهة لبنانية لها علاقة فيه، بمعنى أنه في شخص لبناني معني بجزء من هذه الاتصالات، ربما تكون اتصالات مراقبة للرئيس الحريري قبل اغتياله الله يرحمه. طيب انه فاهم، احنا ما بننتبه لحظه انه خي هذا منين طلع الخبر؟ هذا في 3 جهات بس بتعرف، ما في 4. منين وصل للاعلام يعني او لهذا الشخص؟ اعلام، مش هذا منه مخبر امني، هذا اعلام كبير. منين وصل؟ طيب اذا كان هذا الجهاز الامني عنده صالح او رغبه او شو بعرفني ايصال الخبر الى اعلامي كبير، طيب كيف بوضع له حد لهذا الجهاز الامني؟ بمزيد من الترشيح للرئاسي ولا باستعاده الدور الضابط لكل هؤلاء الناس؟ اي بس خلينا نتفق، يعني قبل ما يترشح عماد سليمان للرئاسه، يعني في منا صافي. انا ما قلت انه صافي، يعني انا عم بدعي قائد يعني الجيش، يعني هذه موروثه من انا ادعو قائد الجيش العماد ميشيل سليمان الى استرداد دوره الجامع بمسؤوليته عن كل اللبنانيين، عبر ضابط هذا الجهاز وعبر ضابط الأجهزة الأخرى وعبر كل شيء عم تشكي منه قد ما بيقدر. أنا ما عم بطلب منه شيء يعني ما بيقدر عليه، قد ما بيقدر يعمله. فنحن بننسى الأساسيات من كثر ما بفوت بالتفاصيل، ننسى الأساسيات، ننسى اللي قاله سيدنا البطرك هلأ، بننسى أنه سلاح المقاومة هو مسألة لبنانية وليس مسألة شيعية، مننسى انه الذين سقطوا
بمار مخايل هم شهداء لبنانيون وليسوا شهداء للحزب او للحركه. بننسى 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 ومفوت بجرونا لتفاصيل ضبط. في مشروع قائم على تفريغ النظام من اسسه بالامنيه والقضائيه والاعلاميه والسياسيه والان العسكريه. تفضلي. اكو هلا عندنا هلا نحن داخلين باسبوع يعني في تاريخ اسمه 11 شباط جاي علينا، هو كان محدد تاريخ لانتخاب العماد السيمان رئيس الجمهوريه. اوكي اوكي رح نرجع نحكي في الموضوع لانه كمان يعني هلا في اكيد تخوف في 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 يعني شك توقع. شكوك خلينا نقول توقع بل التخوف مع التخوف 11 شباط، ولكن اذا لم يحصل تقول اليوم مصادر عربيه مسؤوله رايحين على التدوير رايحين الى مازق سياسي وامني وانه في سيناريوهات خطيره وانه رح نحكي فيها بعد ما نستعرض على السريع عناوين الصحف القليله اليوم تصدر نهار الاحد ونتوقف مع فصل اعلامي. بالنهار القضاء العسكري يوقف 3 ضباط وراتبين و6 جنود و6 مدنيين ويلاحق متوارين. نتائج التحقيق تضع المعارضه على المحك وتسهل مهمه موسى. السنيوره وامل والجيش الاعتداءات على المراكز العسكريه مشبوهه. المتمردون التشاديون اقتحموا نجمينا وديبي صامد. حماس تؤكد تعاونها مع مصر لضبط حدود القطاع تدريجا استنادا الى جنرال في الاحتياط حلوس لم يدخل سوى مره غرفه العمليات خلال الحرب. المالكي يجمع القاده العسكريين في الموصل معلنا بدء معركه الحسم ضد الارهاب. ساركوزي وبروني تزوجا بعيدا عن الاطواء. هذا عمل وطني. كل الرؤساء بكونوا غيرانين منه. انا نسيت محبسي على كل حال. في عناوين الحياة أطلق 21 مدنيا بسندات إقامة و5 قاصرين بسندات تعهد في أحداث الأحد الدامي. لبنان القضاء يوقف على ذمة التحقيق 3 ضباط وراتبين و6 عسكريين و6 مدنيين. ساركوزي في القفص الذهبي للمرة الثالثة في زواج هو الأول من نوعه يوم الاستيلاء على الإليزي. مقتل سعوديتين بانفجار قنبلة ألقيت على منزل السفير في العاصمة تشادية. غموض وتضارب يحيطان بمعارك نجمينة بعد محاصرة المتمردين القصر الرئاسي. مفاوضات المعابر في القاهرة تصطدم بقضية السيادة على غزة. في المستقبل قيادة الجيش تؤكد تعرض مراكز لاعتداءات وتعتبر هدفها التشويش على التحقيقات. توقيف 3 ضباط و8 عسكريين على ذمة التحقيق. جملات في الرياض للقاء خادم الحرمين اليوم وموسى يمهد لعودته باتصالين بالسنيورة وبالريب. الرئاسة الفلسطينية تدين أي مساس للأمن القومي المصري. القاهرة لن تسمح بتفجيرات جديدة للحدود عند رافح. باريس تباشر إجلاء رعاياها. واشنطن تراقب والخرطوم تنأى بنفسها. جمينا في قبضة المتمردين لبناني وتشاد بخير. في عناوين الأنوار قيادة الجيش الاعتداءات على مراكزنا تتفق مع أهداف العدو الإسرائيلي. القضاء يوقف 3 ضباط و8 جنود على ذمة التحقيق. حركة أمل ندين ونستنكر للتعرض للعسكريين في جاليري سمعان. الثوار يسيطرون على عاصمة تشاد وطائرات فرنسية أجلت اللبنانيين. في البلد التحقيق توقيف 6 مدنيين و3 ضباط وراتبين و3 عسكريين. في عناوين الديار صدور التقرير الأولي والتحقيقات مستمرة. توقيف 3 ضباط وراتبين و6 جنود و6 مدنيين. الإفراج على 26 مدنيا ومطلوبون تجري ملاحقتهم. المتمردون يحاولون اقتحام القصر الرئاسي. 15 لبنانيين محاصرون في نجمينة وتعاون لبناني فرنسي لترحيلهم. جنرال احتياطي في الجيش إسرائيل ستتعرض لصواريخ إذا اندلع نزاع جديد. أرسن في الإليزي. أخيرا بالشرق الأوسط المتمردون يحاصرون ديبي في قصره والسودان ينفي دعمهم. تشاد مقتل زوجة وابنة موظف في السفارة السعودية بقنبلة. السلطات المصرية اعتقلت 54 فلسطينيا في سيناء والسلطة تبلغها بدخول مجموعة إرهابية. حماس تتعهد بالتعاون لضبط الحدود تدريجيا. الهند أكبر المتضررين وشركة سعودية تعود عملائها. تضرر كابل ثالث في الخليج يفاقم مشكلة الإنترنت بالشرق الأوسط. متقي يطالب مجلس الأمن بالتريث في العقوبات. طهران المصارف الصينية قطعت علاقتها بنا تحت ضغط واشنطن. هجوم ليلي على الجيش والقيادات تبلغت بسيناريوهات خطرة. تحقيقات بيروت اعتقال عسكريين ومدنيين. رح نتوقف مع فصل اعلاني اخير ونتابع الجزء الاخير من نهاركم سعيد. نهاركم سعيد في جزئي الاخير مع استاذ نهاد مشنوق. استاذ نهاد كنا عم نقول انه ب 11 الشهر يعني اكيد يمكن في حظوظ كثير ضئيله انه يحصل توافق لانتخاب العماد بشار السلمي، خصوصا انه بعد عمر موسى ما اكد عودته الى لبنان متى وكيف وعلى اي اساس. رئيس بري بيقول له اذا ما معك افكار جديده ما تجي. بيقول انه كمان حتى يعني اذا بعد بين السعوديه وسوريا مش ماشي الحال يعني ما راح يمشي الحال هذا الاساس بلبنان.
وبالتالي الوضع مفتوح على مزيد من المآزق السياسية والأمنية. ونقلا عن دبلوماسي عربي، الشرق الأوسط تنقل أنه في سيناريوهات خطيرة جدا قد نواجهها، ولن يكون هناك مبادرة عربية أخرى، وأنه فشل المبادرة العربية يفتح الباب نحو التدويل. يا سيدي آسف أني أقول، أنا من شهرين على هذه الطاولة بالذات قلت لك أنه راح يعمل سلام الدولي قبل المبادرة العربية. ما كان مطروح على المبادرة العربية، وحنوصل على سلام الدولي بسبب الوحشية السياسية اللبنانية اللي عم بتساعد، أو أنه لأنه اللي عم بتساعد يا سيد دولي. مخطط يعني عبير مرحلة وراء مرحلة، مخطط دائما موجود، تحمل جهة ما مسؤولية نوصل لموضوع مخطط دائما موجود. نحن كيف منخفف من ضرره؟ ما رح أقول لك بنمنعه، كيف منخفف من ضرره؟ بمزيد من التفاهم لظروف بلدنا، أو بمزيد من العصبية والاصطفاف مع الوحشية السياسية. نحكي عن الأمين العام عامر موسى. عامر موسى كان وبعتقد بعده واحد من أكثر الشخصيات العربية شعبية، من أكثر أولا أكثر شخصية مصرية شعبية، ومن أكثر الشخصيات العربية شعبية بالتأكيد. طلع بلبنان مين يقول له ما بيعرف عربي؟ شخص يمكن بأحسن الأحوال إذا ما حزبه ما بيدعمه كويس ما بيتعين موظف بدرجة ثالثة بالإدارة. بيقول له للأمين العام لجامعة الدول العربية أنت ما بتعرف عربي، روح تعلم عربي. هذا كلام بالسياسي ولا وحشية سياسية؟ أوكي في مخطط، معنا خبر، معنا خبر، اللي بيتابعه وبيعرفه معه الخبر. كيف منواجهه؟ قيادة الحزب مع خبر، قيادة 14 قيادة تيار المستقبل مع خبر، وليد بيك معه خبر، لنفترض كيف منواجهه؟ بمزيد من التشدد، مزيد من الاصطفاف، مزيد من العزل. وين شو عمل العزل؟ طيب انا بدي رحلك لشغلة كتير بسيطة تعطيك يعني نسبة الوحشية السياسية اللي صار. الامين العام للحزب وقف سمحت سيد وقال انه نحن عنا اطراف اسرائيلية وتعلقها اشلاء انسانية. الوصف اللي سمعناه بشع، اكيد بشع، ولا يمكن حدا يتقبل. كان واضح، انا قريت بالصحافة الاسرائيلية وكذا، كان واضح انه سيد نصر الله عم يوجه رسالة مباشرة للاسرائيليين، ما العلاقة فينا. والاسرائيليين تجاوبوا استنادا وارتبكوا وفاتوا ببعضهم واختلفوا واتفقوا استنادا للصياغة اللي استعملها، لانه هي مسألة الاشلاء عندهم مقدسة. كويس، كيف عالجناها نحن؟ اخذنا الامور برفق بهدوء وقلنا له نحن انسانيا من ولا فتنا فيه انه هذا الكلام. طيب كل اللي حكيوا له، كل اللي اعترضوا على كلامه، كل اللي واجهوه، كويس، خليني اقول تعبير لطيف، ليسوا قدوه في المعاطرات على هذه التعابير، كلهم من مدارس سياسيه مارست هذه التعابير فعليا. طيب شو كان بيمنع انه ناخذ الامور برفق وبهدوء ونعترض على صياغه الانسانيه لهذا الكلام؟ الوحشيه السياسيه، كل واحد بيعتقد انه بهذه المواجهه مع هاي الجهه بيقدر يكسب اكثر واكثر واكثر عن جماعته وغيره 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 وغيره. انا بدي اقول للبنانيين اللي بيسمعوني كمواطن، وقفوا هذا الاصطفاف، حتى لو انتم موافقين على سياسه هذا الطرف او ذاك، ابعدوا عنه، سمعوا، شغلوا عقلكم، شغلوا مصلحتكم. هذا اللي عم يعملوه مش بمصلحة اللبنانيين، كل جهة عم تعمل بمصلحتها الشخصية فقط لا غير. إذا كان اللبنانيين بيعتقدوا أنه التيار الوطني أو الحزب أو تيار المستقبل أو مش عارف مين أو مش عارف مين هني المعبرين الشرعي والوحيد مثل ما بيقولوا عن لبنانيتهم، فهذا البلد ما له حل. إذا كان في لبنانيين، وأنا بعتقد في كتير 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 لبنانيين ما لهم علاقة بهذا الاصطفاف، كويس، وقالهم نظرة شاملة، وقالهم نظرة. شغلة صغيرة امبارح أنا شفتها، كنت مدعو امبارح على الغداء عند ست بهية الحريري، نعم، كان تكريما للمفتي الشمال، نعم، الشيخ مالك الشعب. لقيت بالعزيمة
كل المرشحين اللي كانوا ضد مالك، واهمهم اللي واحد منهم اخذ 37 صوت ونسبه كبيره، كل اللي انتخبوا ضده ومع، وكل طيب هاي شغله صغيره ما رح ما بدي اعطيها حجم كبير، بس فيها عين شامله، فيها عين شامله للمختلفين. واحد يمكن سمى الغداء لم الشمل، سمى خفيف الدم التسمي. والدكتور شعار حقيقه قال كلمه عن ست بهيه انه شو؟ ام صبر الوطنيين، وهي صابره، وهي فعلا بيليق فيها هذا الوصف. ولكن عم بقول انا هذه الشغله صغيره لاقول انه لازم اللبنانيين يدافعوا كل واحد من موقعه عن قدرته على النظره الجامعه، على التصرف الجامع قد ما بيقدر. ما بقول رح ينجح بكره، بس ولكن ما يقبل بالتصرف الاخر، ما يقبل بعزله. بس بجو معين، يعني حضرتك عم بتقول رايحين على التدويل، طب ما انا بقول كيف بتواجهوا؟ بتواجهوا بالعين الشامله، بتواجهوا بانه شهداء مار مخايل هم شهداء لمذهب، لطائفه ثم لمذهب ثم لحزب، ولا بتواجهوا بانه هول شهداء لبنان؟ بتواجهوا بانه اللي قتلوا الابرياء والمظلومين ومنهم الرائد عيد، انا رايي انه من هو بريء ومظلوم وضحيه حرام 31 سنه. طيب بتواجهوا بانه قراءتهم بانه هول بيمثلوا جهه سياسيه؟ انا عم بدعي الناس، مش صحيح انه كل الشيعه حزبيين، مش صحيح انه كل السني تيار مستقبل، ومش صحيح انه كل المسيحيين تيار وطني حر او قوات. في ناس معنيين ببلدهم وهم كثر 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 اكثر بكثير مما بنعتقد. دخلك ليش يفترض انه دوله الرئيس المر من القوى السياسيه التقليديه مثلا؟ ما هي؟ طيب ليش لما قام وقف وحكي عن يعني تحالفه مع العماد عون وفرق عنه بموقف سياسي بهذا الموضوع او ذاك، بين انه في اقبال كبير من اللبنانيين عليه ومفاجأة وبرافو وعظيم وكذا؟ ليه 14 دار لانه انبسطوا فيها؟ ليه؟ انا بعتقد من الناس، من الناس ايضا، من الناس اللي منهم لا هون ولا هون. هذا دليل انه في محل. ليش الرئيس مئاتي كل ما بيحكي بلاقي يعني رضا وقبول عند كثير ناس على اللي عم بيقولوا؟ لانه هو منه معتبر حاله مكلف بتوزيع الشهداء على الطوائف على المذاهب. في قوى معتدله موجوده، لابد من انه اللبنانيين يخففوا من اصطفافهم ويكثروا من اعتدالهم. في مخطط وفي اللي بدك اياه. هذه بكره بتبين بانتخابات نيابيه مقبله. اذا حصل لوقتها انا بحكي عن الرئاسه. لا لا بتصير انتخابات يعني. نيابيه وبتصير انتخابات رئاسيه حتتاخر وتعطيل مؤسسات، مين بيجي يعمل انتخابات نيابيه؟ في انتخابات رئاسيه وفي انتخابات نيابيه. صار عندنا موعودين انه في ناس قدرات يعني تنطر لوقت الانتخابات. لا انا بعتقد هذا كمان من الوحشيه السياسيه، يعني ما ممكن واحد يكون وحش سياسيا لدرجه انه يقول للبنانيين انه انا حفرغ لكم المؤسسات لحد الانتخابات النيابيه، ومع ذلك بيتجرأ مين يقول وبيتجرأ مين يزقف له. سواء فلان او فلان او فلان. يعني خليني اقول انه لكان المبادره العربيه انتهت. يعني لا ما انتهت، انا رايي انها حتستمر. كيف ما انتهت؟ وقتها بيقول سليمان فرنجي لا نثق بجامع الدول العربيه ولا نعتبر موسى حياديا. يعني مش اول مره بيقول الوزير فرنجي اشياء ما بتزبط يعني او لا تتحقق، مش عم بيعبر كمان او غيره، انا وغيري كل واحد يعني. بس كمان ما بيعكس موقف برايك؟ طبعا السوريين خبوا موقفهم من بجريده تشرين الاسبوع الماضي قبل الاجتماع اللي صار بالقاهره واللي كتب بيانه بمرم خير. قبل هذا الاجتماع صحيفه تشرين السوريه كيف بدها تنجح المبادره العربيه؟ ما قلت بتنجح، انا قلت رح تستمر الى الوصل الى الى يعني موعد القمه العربيه، رح تجري لموعد القمه العربيه، واعتقد موعد القمه العربيه بيكون مفصل اما باستمرار الازمه واما بانتخابات رئاسيه، حتى لو استمرت الازمه. انا بقول المجتمع اللبناني في قوى خيره كثير وفي قوى اعتدال يعني كتير. بهالوقت رح تستمر المغامرات اللي كمان كتبت مقالي يعني مغامرة. واخذت كثير ضجه يعني اللي ما اوردته من هيك من معلومات ووقائع يعني. لا هي مش وقائع، هي صياغه دقيقه. مش وقائع لا. على كل حال هذه صياغه منطقيه للموقف السوري. انا ما بستغرب الموقف السوري، يعني في فرق بين انك تكون مش موافق او مستهجن ومستغرب. بس ليش بتسميها مغامره طالما يعني يتبين انه لحديت هلا الموقف اللي اخذته سوريا
ما انعكس عليا سلبا يعني، انه بالعكس ماشي الحال بالنسبه لي. بيقولوا اللي بيلعب قمار اللي بيلعب قمار، انا مش مدرك، بس بيقولوا الضحك على الدرج انه لسه ما انتهت المسرحيه، بكير بعد على الاحكام النهائيه على الامور سواء بالعراق او بفلسطين او بلبنان. بس انا بدي ارجع اقول المجتمع اللبناني او مكونات المجتمع اللبناني فيها كثير خير وفيها كثير اعتدال وفيها كثير منطق وفيها كثير نجاحات، اذا هي ما دافعت عن نفسها بعدم الاصطفاف. انا ما بقول يعملوا مظاهره، يخففوا من اصطفافهم، يخففوا من طائفيتهم، يخففوا من مذهبيتهم، يخففوا من موافقتهم على الوحشيه السياسيه. لازم هذا المجتمع يبرز اكثر، هذا المنطق يبرز اكثر ويقوى. بعرف انه كلامي فيه شويه شعر هيك شويه عدم واقعيه، ولكن هو حقيقي، هو حقيقي وموجود ببيت كل واحد منا، مثل ما موجود حزبيين حولنا وحوالينا كل واحد وقرار في حدا ضد استقراره، ضد اطمئنانه، ضد امنه، ضد حياته، ضد نجاح اولاده، ضد نجاحه، ضد نجاح شغله. ما ممكن يكون الواحد ضد حاله لهالدرجه. هذه القوى السياسيه بمعظمها قوى لا ترى من حركتها الا ايه. بس سؤال اخير يعني، لانه ما شرحت لي انه التدويل ماذا يعني، يعني عندما اليوم مزيد من الاشتباك السياسي بس ما بتعني شيء، ومش مش بالضروره يكون عمل ناجح للبنان، ولكن بالتاكيد عمل محرج بس للقوى اللي المعنيه بعدم اجراء الانتخابات. بس بيأثر على موقف سوريا يعني مجلس الامن الدولي عنده وسائله السلميه، ما عم نحكي عن حروب، وسائله السلمية بالعقوبات الاقتصادية و و و و يمكن ما نوصلها، بس هذه طريقة عمل مجلس الأمن. واللي يعني بدأت كمان بقرا من فترة بدأت تأثر بالوضع الاقتصادي الإيراني اللي هو دولة أكبر بكتير من سوريا وإمكانياتها أكبر بكتير. هذه شغلة مش بسيطة ومش خفيفة. أنا بعتقد اللي عم نشوفه الآن مش هو الصياغة النهائية ولا الصورة النهائية للوضع لا بلبنان ولا بالمنطقة. ننتظر كم شهر يبين تماما. هلا نحن مثل ما بيقول صديق خبير، نحن بعين العاصفه، الدنيا عم تشتي وزوابع وعواصف و و و و لازم ننتظر لا هيك يصحى الجو ونطلع على السماء ونشوف. بس هذا بيفترض الله يستر العاصفه يعني. لا هذا بيفترض من ويلات ايضا من اللبنانيين، يخففوا من اصطفافهم ومن اوهام اللي عم بيجربوا يحطوها براسهم، شي حقوق مسيحيين، شي الحقيقة بمقتل الرئيس الحريري واللي صارت مهمة دولية ما عادت مهمة داخلية، وشي سلاح المقاومة، كلها صارت الطوائف رهائن عند عناوين. حرام، هذا مش صحيح، مش صحيح انه اللبنانيين هيك. يعني انا على كل حال بختام هالحلقه دائما معك شغله وهضومه، يعني بنخلص بخلاصه انه بستنتج عنوان للحلقه تطرح هيك عناوين يعني فيها عليها يعني هذه الوحشيه يعني السياسيه. يعني اليوم طغت على حلقتنا اليوم بوصف المواقف طبعا اللي عم تؤدي الى انقسام اللبنانيين، وايضا بعنوان سياسي او دعوه سياسيه خليني اقول بانه دعوه وطنيه للعماد مجاهد سليمان بالعزوف عن ترشيحه علنا ونهائيا، واللي بده اياه بيطلع بترجاه بمكتبه بقياده الجيش. حجي بيعوق اوهام. شكرا لك استاذ نهاد المشروع الكاتب السياسي على حضورك معنا اليوم في برنامجنا، نهاركم سعيد. طبعا نشكر كل المشاهدين اللي تابعونا والى اللقاء. المايونيز الأصلي لازم تكون فرنسوية، والمايونيز الفرنسوية الوحيدة بلبنان هي لاسيور. لاسيور أطيب وأشهى مايونيز إليك ولعائلتك، ما ترضي إلا بمايونيز لاسيور لأن الأفضل. كمان من لاسيور مايونيز دايت. Are you alive? Fuel for life. The fragrance by diesel. With caution.
لأعتني ببشرتي شوف طبيب الجلد واختصاصي التغذية كل يوم. جارنيه بيقدم لك نوتريسيونيست مرطب بعد ما صار مثله. هالاكتشاف كبير فانتبهي منيح. نوتريسيونيست أول مرطب بيحتوي على الأوميجا 3 و6 والمغنيسيوم المغذية لبشرتي. مع نوتريسيونيست بشرتك بتتجدد من العمق وبتسترجع نظرتها، لأنه لما علم التغذية وعلم الجلد بيتلاقوا بتحصلي على بشرة روعة من جوا لبرا. جديد جارنيه نوتريسيونيست، الغذاء اللي بتطلبه في كل بشرة. أعتني بنفسي جارنيه. مجموعة تصاميم إلي صعب أوت كوتيور لربيع وصيف 2008 لحد 9:30 المساء على الـ LBC. في أحلى من الطبيعي جديد نارتا بيو إفيكاسيتي